سجل المحاضرة. وبرضك محتاجين نعمل ايه؟ ألو، يا باشمهندسين، معاك يا دكتور. بقول لك البرزنتيشن كده باينه عندكم ولا؟ باين. تمام. طيب، مبدئيا انا بعرفكم بنفسي، انا اسمي احمد طاهر، ان شاء الله معاكم في ماده الثيرمال اناليسيس اوف بيلدينج. النهارده ان شاء الله هنتكلم على مجرد انترودكشن بس، نتعرف فيها على الاساسيات وايه اللي احنا مطلوب مننا نعمله جوه الماده. انا بعضكم قابلتهم امبارح في السكشن مع باشمهندس احمد ابراهيم، هو معايا في السكشن ده. الايميل بتاعي اللي هو ظاهر عندك على الشاشه دوت، لو حد عايز يبعت لي ايميل، وعندنا جروب او باي واتساب ممكن تبعت لي لو في حاجه عايز تستفسر عنها يعني. تمام. طيب، مبدئيا بس عايز اتاكد كلنا كده على الجروب ولا في ناس بس عايزه اوكي كده كلنا موجودين صح؟ يا شباب تمام. طيب، في البداية خالص عايزين بس الأول نتفق على شوية حاجات كده في المحاضرة يعني. أول حاجة إن الناس كلها قاعدة مبسوطة. في حد قاعد مش مبسوط؟ لا تمام يا دكتور. أقول له تمام. طيب، وإن إحنا قاعدين مركزين ونبدأ في الميعاد بتاعنا اللي هو الساعة 2، والموبايلات هنعملها سايلنت او فايبريشن عشان بس ما تعملش تشتت للمحاضره. وفي اي وقت عايز تاكل او تشرب ما عنديش اي مشكله خالص. في اي وقت حبيت تسال بس ابعت لي او اسال عشان اعرف ان انت عايز سؤال. وممكن ان احنا نتفق على اتفاق ان كل شويه كده لما تحبوا تاخدوا ريست او بريك قولوا لي ناخد بريك شويه، ممكن ناخد بريك. اوكي، يعني هستنى لما انتوا تقولوا لي انا عايزين بريك. خلاص اتفقنا يا شباب؟ تمام اوكي. دكتور. طيب، ناخد بالنا من حاجه، انه الماده فيها اكتر من كومبوننت، من ضمنها انك تحضر المحاضرات والسكاشن. فالكلام ده محتاج اثبات، خاصه الناس اللي هي معانا في ايست لندن. فالبارتيسيبيشن عليه 5 درجات، فاحنا ان شاء الله خلال 10 محاضرات هيبقى عندنا كده زي كويز بسيط سيمبل، ما فيش مش صعب ولا حاجه. فالبارتيسيبيشن ده هيبقى فيه سؤال او كويز صغير، فانت هتجاوبه، وكل مره هتجاوبه هتبعته لي مثلا على الواتساب او على الايميل. فديك بالنسبه لك كده انت عملت الاتندنس بتاعك والبارتيسيبيشن، وده بنص درجه. تمام كده؟ اتفقنا يا شباب؟ اتفقنا. تمام يا دكتور. طيب اوكي. تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. المنهج بتاعنا ممكن نشتغل، بشتغل انا من مرجعين اثنين. مرجع اسمه الثيرمودينامكس، لان هو الثيرمال اسيد بيلدينج مبني على علمين اثنين، علم اسمه الثيرمودينامكس وعلم اسمه الهيت اند ماس ترانسفير. فالكتاب الاولاني اللي هو الثيرمودينامكس اند انجينيرنج ابروتش، ده تلاقيه في موجود في المكتبه، او ممكن تعمله داونلود من على النت يعني، هو فري موجود يعني.
صعب يعني. ونفس الكلام اللي هو الهيت اند ماس ترانسفير فاندامنتالز اند ابلكيشنز برضك دول موجودين هتلاقيهم على النت. ممكن ابعت لك الملفات نفسها بي دي اف لما ال ام اس يشتغل يعني. طيب بالنسبه للكورس سبيسيفيكيشن انتوا لواحد 2018 زي ما انت شايف كده انه الماده دي عشان تشتغل فيها لازم تكون خلصت الماثماتكس 1 والمحاضره تبقى ساعتين والتوتوريال ساعتين. وقلنا باشمهندس احمد ابراهيم هيكون معانا في التوتوريالز. احنا 1 جروب وفي 2 سيكشن, سيكشن 1 سيكشن 2. طيب بالنسبه للاي ليرنينج انت عارف انه دلوقتي ان انت ممكن تبقى المحاضره هتبقى اونلاين, لكن السيكشن مره هيبقى سيكشن واحد هو اللي عنده الحضور في الكليه, لكن سيكشن 2 هيبقى الاسبوع الاولاني مثلا عنده اونلاين, وبعد كده الاسبوع اللي بعديه بدل سيكشن 2 بقى هو اللي اونلاين وسيكشن 1 هو اللي هيبقى عنده, وهكذا يعني الكامبس يعني. طيب لما نيجي نبص كده على ايه المحتويات او مكونات العقد اللي بيني وبينكم, اللي هو الكليه بتقول لي انت مسؤول عن الحته دي في العقد, ايه هو بقى ان الماده دي اللي هي الثيرمال انرجي بيلدينج مفروض الطالب يتعلم فيها الانتجريشن اوف فاندامنتالز للثيرمو داينامكس اللي هي البيزك كونسبت وديفينيشن والسيستم اند كنترول فوليوم بروبرتي وستيت وبروسيس وسايكلز والايدل جاز شغال معانا ازاي والستيت اوف اكوليبريم والايكويشن وسبيسيفيك هيت اند كونستانت بريشر اند كونستانت فوليوم, ويطبق كمان على الفيرست لو ويعرف المفهوم الفرق ما بين الانترنال انرجي والانثالبي, كمان يبقى عارف الفاندامنتالز بتاعت الهيت ترانسفير المود اوف هيت ترانسفير ل1 دايمنشن وكمان مالتي دايمنشنز سواء كان ستيدي ستيت او ان ستيدي. احنا كل كلامنا في البيلدينجز بيبقى محتاجين الاكتر مينلي كوندكشن, يعني كنا مركزين على الكوندكشن هيت ترانسفير. ونتعلم برضك الفرق ما بين الفري والفورسد كونفكشن ككلام جنرال عموما يعني, والراديشن حاجات سيمبل خالص, وازاي ابلاي الكلام ده كله بقى على البيلدينج ماتيريال. يعني كل المعلومات اللي احنا اتعلمناها في الثيرمودينامكس والهيت ترانسفير ديت هنزاي نعمل لها ابلكيشن او ابلاي على الماتيريالز بتاعه البيلدينجز. تقريبا في ناس عايزين يبقوا معانا على الجروب على المحاضره, مش عارف كلهم كده محتاج اضيف ده. تمام كده معايا يا شباب؟ طيب الهدف من الكورس زي ما شفنا انه ان احنا نتعلم الاساسيات بتاعه الفاندامنتالز بتاعه الثيرموداينامكس وكمان الهيت ترانسفير, وازاي نستخدم التول اللي عندنا اللي اسمها الفيرست لو ان احنا نطبق الكلام ده على ديفرنت ثيرمال سيستمز كلها ريليتد للمباني او البيلدينجز, ونقدر نفرق ما بين المودز او طرق انتقال الحراره او الهيت ترانسفير مودز, وازاي نقدر نحل مسائل على هيت ترانسفير سواء كانت تحتوي على كوندكشن لوحدها او كونفكشن لوحده او راديشن او الثلاثه مع بعض. برضك كلها حاجات ليها علاقه بالبيلدينج ماتيريالز. ونفرق ازاي ما بين المساله ما تكون ستيدي وكم ترانزيانت, ايه الفرق بين الاثنين, وهنعرف كام ده خلال المنهج بتاعنا, وازاي نختار بالظبط او نحدد بالظبط ايه هي الباوندري كونديشن وايه هي الانيشال كونديشن ونفرق بينهم ازاي. طيب نبص كده على الكالندر بتاعتنا, هنلاقي ان الكالندر احنا الترم ده عشان بس الدنيا مضغوطه شويه فهي 13 اسبوع زي ما هو ده. شايف انت ان الاسبوع السابع هو اللي فيه الميد ترم وعليه 25 درجه, والاسبوع الرابع هو اللي فيه كويز 1 وعليه 5 درجات, والاسبوع ال11 بردك في كويز 2 وعلى ايه 5 درجات. هتلاحظ ان احنا ماشيين بالنسبه للسكاشن والمحاضرات زي بعض, يعني الاسبوع ده بنتكلم على شويه فاندامنتالز او بيزكس كده الثيرمودينامكس, فنفس الكلام هيتقال في السكشن او تطبيق عليه المسائل بتاعته كلها على القصه دي. نفس الكلام الاسبوع اللي بعديه البروبرتيز بتاعت الثيرمودينامكس, وبعد كده الهيت ويل ورك, نفس الكلام في السكشن البيو سبستنس الايديال جاز, وبعدين نقف الاسبوع السادس بنراجع بس عشان نبقى كل الحاجات راجعناها كويس قبل ما نخش على المتر. خد بالك ان الماده دي معتمده على بعضها, فيعني لو واحد فوت حلقه من دول هتلاقي الحلقات الثانيه ايه مش هيعرف يتواصل. فيا ريت نفضل حضور المحاضرات او متابعه المحاضرات والسكاشن ورا بعض, لانه لو حلقه من دي وقعت فقدت الدنيا هتبقى كده صعبه واحنا ماشيين. بعد المتر
هيبقى عندنا حاجه اسمها الفيرست لو وازاي نتعامل مع الهيت ترانسفير. طبعا نتيجه انه الترم ده يعني ناقصه اسبوعين ففي جزء كده مش هنشرحه اللي هو ازاي نتعامل بالنيوميريكال سوليوشن، فيعني هو ما كانش صعب ولا حاجه لكن يعني الجزء ده مش هنقدر نلحق نشرحه لان عدد المحاضرات او عدد الاسابيع قل شويه. طيب نيجي للايفالويشن. زي ما احنا شايفين الميد ترم في الاسبوع السابع عليه 25، الكويزات عليها 10 درجات، الاتندنس زي ما شفنا البارتيسيبيشن عليه 5 درجات. يبقى عندي اللي هو البروجكت اللي مطلوب مننا اللي هو عباره عن ريبورت، بروجكت ريبورت ومعاه برزنتيشن، ده عليه 20 درجه وده هيتسلم الاسبوع الكام؟ 12. زي ما احنا شايفين المحاضره ساعتين اثنين والتوتوريال ساعتين اثنين. طيب احب ابدا الاول بقصه كده، بانه وانت خارج من البيت لقيت الناس دي بتجري، فايه اللي هيحصل؟ لو انت وقفت في مكانك هتلاقي النتيجه ان الناس دي ايه؟ هتجري تدوسك. فانت الحل الوحيد قدامك ان انت لازم تجري قبل ما هم ايه؟ يدوسوك. فانت عمال تجري وهم يجروا وراك، انت تجري وهم يجروا وراك، وبعدين في الاخر لقيت كده مكتوب النهايه او ذا اند، ايه ده طلع سبق، وانت كده قطعت اول ايه؟ شريط، او انت اول واحد قطع الشريط. بس السؤال دلوقتي مين اللي كسبان؟ هل انت تعتبر كسبان؟ يا شباب المفروض ليه انت كسبان ليه؟ عشان خلص الاول. ايوه هو انت كنت مشترك؟ لا بس اضطريت يا لا انت مش هتبقى كسبان لان انت ما كنتش مشترك. الهدف من القصه دي ايه؟ انك لازم تبقى محدد هدفك ايه، انت عايز ايه بالظبط. لان لو دخلت في الحياه اللي احنا فيها دي عمال تجري ورا الناس وهم بيزقوني في اتجاه معين وانا بجري وراهم، طب وبعدين انا مش هبقى عارف انا بعمل ايه. فمن ضمن الحاجات ان احنا في الكليه، انت داخل الكليه ليه؟ بتتعلم ليه؟ دخلت بيلدينج ليه؟ بنتعلم ليه؟ كل الكلام ده محتاج يبقى انت عارف ليه، هدفك ايه منه. فهنا بطرح سؤال بقى ليكوا، احنا بنتعلم ليه؟ منتظر اسمع اجابه. مين يجاوب؟ المفروض عشان نتخرج ب تمام؟ لا انا مستني حاجة يا دكتور، علشان نشتغل. يعني احد الاهداف ان انت بتتعلم عشان تشتغل، جميل. وايه كمان تاني؟ تمام. اجابة اخرى، تعلم ليه؟ ايه مش مهندسين، مش معقوله كلنا بنتعلم بس عشان نتوظف بس. فلوس، اهم حاجه الفلوس. طيب هو في ديفينيشن كده بيقول ان العلم يعني هو عباره عن، او النولج از ا باور، وانه العلم ده او المعلومات دي او التعلم ده هدفه انك تعرف يبقى عندك ادوات تميز بيها بين الحق والباطل في المجال اللي انت اتعلمته. يعني مثلا انت اتعلمت طب وكنت جراح، فجالك مريض بيقول لك والله انا اتعرضت على اكتر من دكتور، في ناس قالت لي مطلوب تعمل عمليه جراحيه وفي ناس قالت لك لا ده مش محتاج، فانا ما بقتش عارف صح فين. فبما ان انت عندك العلم الصحيح فهتيجي تقول بص على الاشعه وتبص على التحاليل تقول لا الراجل ده كده حرام عليه وده منصبين اللي عايزين يعملوا له العمليه ديت، او لا الراجل ده فعلا مستحق العمليه دي. انت ممكن تبقى في الاخر استشاري في بيلدينج ويجي لك اللوح وتبص عليها، هل الديزاين ده مظبوط ولا العماره دي هتقع، هل الراجل ده عمل شغله مظبوط، سلم شغله مظبوط ولا غلط. فانت كده بتعرف تميز من خلال اللي انت اتعلمته، السكيلز اتعلمتها، انك المعلومات اللي انت اتعلمتها، انك تميز بين الصح والغلط في المجال اللي انت شغال فيه. دايما النولج از ا باور. طيب احنا بنتعلم بقى ازاي؟ الحقيقه ان احنا عشان نعرف نتعلم ازاي، في ناس شغالين في الابحاث بيبصوا على الدارسين ويتفرجوا هما بيتعلموا ازاي وايه اللي بقى في دماغهم من معلومات، فلقوا انه الشخص اللي بيتعلم مجرد ياخد محاضرات وخلاص، فده اقصى حاجه هيستفاد بيها 5% او هيتبقى في دماغه 5% لو المحاضره عباره عن دايركت واحد بس عمال يلقي معلومات وخلاص. لو في حاجه بيقراها ولا حاجه ممكن توصل ل 10%، حاجه فيها شويه فيديو وصوت وحاجات زي كده ممكن نوصل ل 20%.
طب وحاجة فيها شرح شوية ومسائل وفيها تفاصيل ممكن توصل 30%، لكن لو بدأت تناقش أو تسأل ويبقى في عندك أسئلة وتبعتها ويرد عليك وفي حوار، احنا ممكن نوصل لـ 50%. كل ده ولسه 50%. طب لو انا بدات اشتغل بايديا واجرب، في الحاله دي انت ممكن توصل ل 75%. امال ازاي اوصل ل 100%؟ لو انت بدات خلاص عرفت الكلام ده وعملت بيه بروجكت، وكمان تعلمته الاخرين، بدات تعلم الناس ايه اللي انت وصلت له، بقى انت كمان عندك من المعلومات ازاي تنقلها للاخرين من خلال شغلك اللي انت ايه اللي انت عملته او جربته او شفته او قريته وطلعت منه في الاخر بحث او طلعت منه منتج او عملت برودكت، فانت خلاص من كتر ده بقى عندك معلومات تقدر تقولها للاخرين. طيب ليه بنقول الكلام ده او ليه؟ لانه احنا مطلوب مننا في الكورس دوت زي ما اتفقنا في بروجكت، والهدف من البروجكت انك توصل لكل هذه المراحل من التعلم. لانه لو نيجي بصينا كده على سيفل انجينيرنج كجوب ديسكريبشن، انت قلت انا عايز اتعلم عشان اتوظف. طب ما ايه الوظيفه بتاعتنا كسيفل انجينيرنج دي بيعمل ايه يعني؟ فلو دخلت على النت كده وجربت تشوف ايه هي الجوب ديسكريبشن بتاع المهندس السيفل انجينيرنج، هتلاقي ان هو مطلوب منه كرييت وامبروف وبروتكت او بروتكت الانفايرمنت ان ويتش هي او وي ليف، وكمان بلان وديزاين الكونستراكشن والمينتنس بتاعت البيلدينجز، تمام كده، والانفراستراكشر زي مثلا الرودز والريلويز بريدجز وهكذا، دامز ريجيشن بروجكت وهكذا. وياخد باله كمان من ان المباني تكون ليها حاجه اسمها انرجي افشنسي. طيب بصينا على اللائحه بتاعت ماده بيلدينج اللي انتوا مضيتوا عليها، اللي انت قلت انا هخش القسم ده، فانت بتمضي على العقد ده، هو ده العقد اللي ايه بينك وبين الكليه، والعقد ده فيه حتت كل شويه فيها ماده، ما هي كل ماده دي حته من العقد، فانت مضيت النهارده او امبارح عملت ريجستريشن للماده ديت، فكونك عملت ريجستريشن كانك مضيت على حته من العقد، بتقول والله انا هاخد الماده بتاعت الثيرمال انالز اوف بيلدينج. فهي بتخدم ايه يعني من اهداف البرنامج؟ لو جينا بصينا على البروجرام جولز ديت هتلاقي ان هو هنا بيقول لك انه طبعا كل الكلام ده هدفه انه يحقق النيدز لمصر من ناحيه الناس، طلع مهندسين يعرفوا يشتغلوا في المباني والكلام ده كله. بس هتلاحظ وانت شغال هنا غير البيلدينجز كمان بيتكلم على حاجه اسمها الانرجي افشنسي، يعني مش المبنى وخلاص وخلاص، لا ده مبنى ليه علاقه كمان من ناحيه الانرجي، انه بيوفر ويكون كفاءته عاليه من ناحيه الانرجي، وممكن يستفاد بحاجه اسمها الباسيف سولر انرجي او انجينيرنج. برضك في جزء لايتنج واكوستكس واندور اير كواليتي وفنتيليشن، بالاضافه طبعا للكونستراكشن والكلام ده كله. بس انا بتكلم على الحته اللي انا حاطط عليها الخط ديت، بتقول لك احنا ليه بناخد الكورس دوت، او الكورس ده بيصب في انهي اهداف من اهداف البرنامج اللي انتوا ملتحقين بيه. ايضا الكورس ده بيساعد للكورس اللي بعديه، الكورس اللي بعديه اللي هو اسمه اتش باك او الهيتنج فنتيليشن اند اير كونديشننج. فبرضك كل المباني دلوقتي الجديده لازم يكون فيها اللي هو ازاي اعمل كومفورت، يعني ازاي اخلي البني ادمين قاعدين جوه، في حاله الشتاء في تدفئه وفي حاله الصيف بيبقى في تبريد او تكييف للجو، وكمان في فنتيليشن في هواء يكفيهم انهم يتنفسوا كويس براحتهم. فده اللي هو العلم بتاع الاتش فاك سيستم او ساينس. طب ما ده عشان اتعلمه ما اكون اخذت البيزكس بتاعه الثيرمال اسف بيلدينج اللي هي مبنيه على الثيرمودينامكس والهيت ترانسفير. برضك من ضمن الحاجات اللي هنتعلمها حكايه تاثير الويند كهواء على المباني بتعمل ايه، ولازم كمان نبقى اب تو ديت بان احنا نتعامل مع كمبيوتر ايديد ديزاين او سوفت ويرز بتساعدنا في القصه دي. فاللي انا معلم عليه بالخطوط الاحمر دي ده المنهج بتاعنا، واللي بالازرق ده اللي هو المنهج اللي بعديه، فدول بيخدموا الاهداف بتاعه البرنامج اللي انتوا فيه. في اي اسئله في الجزء دوت؟ انا بحاول برضك وانتوا احنا شغالين في زمايلكم بيتخشوا في المحاضره وانا بحاول ادخلهم على المحاضره. يا شباب اي اسئله لغايه هنا؟ تمام. طيب الحقيقه ان انت عشان تتوظف في سكيلز مطلوبه في السوق دلوقتي، فلما نيجي نبص كده على اهم 10 سكيلز او جوب سكيلز مطلوبه عشان نشتغل في المستقبل، لو جينا بصيت كده مش هتلاقي كلمه سيفل انجينيرنج ولا ميكانيكال انجينيرنج ولا هتلاقي كلمه انجينيرنج اصلا ولا طب ولا امال ايه ده، فيه ده سكيلز، فيه مهارات، امال اللي بقى ايه لازم تلاقي متعلمه. الحقيقه ان احنا فود واحنا بنتعلم
ننمي هذه المهارات. يعني المواد اللي احنا ندرسها وتفر هي نوع المادة ايه لازم يكون جواها حاجات تساعدك انك تنمي هذه المهارات عشان تبقى مطلوب في السوق. من ضمنها ايه؟ مش انك تحل بس problem solving، لا ده complex problem solving، critical thinking. طب يعني ايه critical thinking؟ مش ترجمة بتاعتها، نقول معناها ايه؟ لسه مش شويه اتفقنا ان احنا لازم يكون في تفاعل، في كلام رايح جاي، مش انا بس عمال اتكلم يا باشمهندسين. حضرتك critical thinking اللي هو ده بيبقى بيعتبر اعلى ليفل من التفكير. ومعناه ايه؟ ان انا دايما دماغي ما تبقاش متسلمه لحد بعينه، ان انا اعرف افكر الكلام ده صح ولا لا. حلوه الكلمه دي، مش انا ما صدقت واي حد يقول لي اي حاجه صدقها، لا انا اعيد تفكير واشوف كلامنا صح ولا غلط. طب ممكن يكون في حل افضل من كده، المفروض يكون في طريقه افضل من اللي هو بيقول عليها دي، ممكن يكون كلامه غلط. وتفر هو مين؟ دكتور، مذيع، حد في الاهل، ممكن يكون الكلام غلط. لازم انا يكون عندنا عقل يفكر كلامنا صح ولا معقله. طب وفي حل بديل؟ مش لازم، هو في حل طريق معين، بس في ممكن حل تاني اصلا او اسرع او مور افيشنت او اقل في الكوست. ده اللي بقى بينتج عنه الكريتيفيتي، انك تبقى انت شخص مبدع مش مقلد، لا تطلع حاجه جديده، فكره جديده. وكمان عشان تشتغل محتاج تشتغل في وسط ناس، فانت محتاج انك تبقى عندك بيبل ايه مانجمنت، تدير الناس ازاي، او انك انت كوردينيت معاهم ازاي، او تيم ورك ازاي. تقدر حاجه اسمها ايموشنال انتليجنس، انك انت تعرف تتعامل معاهم وافكارهم وعواطفهم ازاي، تتعامل معاهم تعرف كل واحد تديله اللي هو محتاجه، وبالتالي تقدر تعمل ديسيجن ميكنج، تاخد قرار. دي التوب سكيلز اللي هي مطلوبه. طب هل المناهج بتاعتنا بتعمل الكلام ده؟ ده اللي احنا بنحاول نعمله في الكليه، انه نبقى كل منهج فيه جزء او في حته بتساعد بتخدم انها تنمي هذا السكيل، بحيث لما تخلص كل مواد الكليه المفروض تطلع معاك كل ايه السكيلز دي، وكل واحد هو شطارته بقى يقدر ينمي هذه السكيلز لانهي حد. عشان كده الهدف من الـ من الـ من البروجكت بتاعنا ان انا احقق القصه دي. حاجه تانية كمان تانية كنت ما اعرفش اللي قابلتهم من امبارح، انا كلمتهم في الحكايه دي، ان اي عمليه في الدنيا الحقيقه ان هي بتتقسم الى ثلاث بارتز. يعني ايه؟ يعني انت لو كنت خدت الماده اسمها انجينيرنج لو هيبقى كنت عارفه، اللي هو انه لما تيجي تعمل تنفذ مشروع، عشان تنفذ مشروع في الحقيقه ان انت بيبقى عندك ثلاث افراد اللي هم الاونر والكونسلتنت والكونتراكتور. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو واحد معاه فلوس وعايز يبني عماره، او عايز يعمل مول، او عايز يبني مثلا مستشفى او مصنع، فده بيسموه الاونر اللي معاه الفلوس. وبناء عليه الراجل ده ما عندوش النوليدج لكن معاه الفلوس وعنده الرغبه، عنده هدف عايز حاجه يحققها. طب هو هيعمل ايه؟ فبيروح لي حد يعمل له تصميم الديزاين، بيبقى بيستشير اهل خبره، بس ده هيديله تصميم بس، ده مش هينفذ، فمحتاج حد ينفذ الكلام ده. طب اللي هينفذ الكلام ده مين؟ ده اللي هو الكونتراكتور اللي هو المقاول. يبقى كده انا عندي المالك والمقاول والاستشاري. اكيد في كل نزل تدريب او هينزل تدريب هيشوف القصه دي. جميل. طيب مثال على القصه دي، لو انا بقى رايح اشتري حاجه من السوبر ماركت، ما هو انا في الحاله دي بقيت انا الاونر، معايا فلوس وعندي رغبه ان انا اشتري المنتج ده. جميل. طيب وفي مصنع عمل المنتج ده وبيبيعه، مين بقى الكونتراكتور؟ الراجل اللي هو السوبر ماركت اللي بيبيع في السوبر ماركت هو ده الكونتراكتور بالنسبه لي. طب وفين الكونسلتنت؟ هتلاقي ان على اي منتج بيتباع بيقول لك طبقا للمواصفات المصريه، او طبقا اللي مش عارف تصريح من شركه بيبسيكو او شركه مش عارف ايه العالميه. فلازم في عندنا ناس في هيئه الرقابه بتيجي تبص على الكلام ده، هل هو مظبوط ولا التاريخ بايظ ولا العموده مغشوشه ولا حد عامل عليها يعني في غش في العمليه دي ولا لا. طيب وفي الكليه نفس الموديل ده موجود في الكليه. فالسؤال دلوقتي ليكم، مين هو الاونر؟ يا شباب الناس نامت. احنا ايوه بالظبط، انت كطالب انت الاونر، انت اللي معاك فلوس، انت بتدفع تويشن فيز، ايوه انت بتدفع المصاريف، صح كده. طيب ومين هو الكونتراكتور؟ الدكاتره. الدكتور بالظبط. انا جميل صح. طيب وفين الهيئه الرقابيه؟ فين الكونسلتنت؟ فين الاداره بقى؟ مين هو بقى؟ ايوه اللي هي ايه يعني؟
العميد لا جودة دكتور الجودة. أيوة حلوة أوي الجودة. الجودة بالضبط. في ناس بتراقب هل العملية التعليمية دي تمت مظبوط ولا لا، بيخش مثلا يشوف المحاضرة دي حصلت ولا ما حصلتش، عشان كده احنا بنسجل طبعا اللي انت دي تستفاد بيها بعد كده، وفي نفس الوقت هو عايز يعرف المحاضرة دي حصلت ولا ما حصلتش، هل المعلومات وصلت صح ولا لا، كان في أهداف للمنهج، هل هي وصلت ولا لا، الطالب حقق الكلام ده ولا لا، النتيجة دي مظبوطة ولا مش مظبوطة، وبعدين يديك ايه اعتماد. طيب انا الحين عشان اشتغل في السوق، لو انا جالك كده، انت تخيل انت عندك مصنع وعندك شركه وهتعين فيها مهندسين، مين الافضل، تعين مهندس معتمد ولا تعين واحد جايب جريد وخلاص من اي مؤسسه الله اعلم هي كانت بتعلمه ازاي، يعني واحد بيقول لك انا معايا هندسه بس انت مش عارف وجايب جريد امتياز، هل ده اللي انت تعينه، ولا واحد ممكن يكون مش جايب تقدير كبير لكنه متخريج كلية معترف بيها انه بيعلمه كويس، تعين مين؟ معتمد طبعا بالظبط. حتى انت في السوق بتبقى حاجة اسمها يقول لك استشاري، ده استشاري يعني تحت السلم كده ولا استشاري معتمد؟ يعني ايه استشاري معتمد؟ يعني بيروح نقابة المهندسين بعد ما يتخرج من الكلية بقى له 15 سنة بيشتغل في مشاريع حقيقية، يروح يقول لهم والله انا عايز اخد لقب استشاري، فعشان يدوله الختم الاحمر دوت ويختم بيه على اللوح ويقول ابروف او مش ابروف، ما هو مش شخص عادي، لا ده بقى له سنين عنده خبره، فبيروح يمتحن في نقابه المهندسين وفي لجنه بتعرض عليها، تقوم تقول الراجل ده وريني اعمالك، ويمتحنوه ويتاكدوا ان هو فعلا يستحق يكون استشاري. فنفس الكلام، فده بيسموه ايه بقى؟ استشاري معتمد. طيب نفس الكلام، انت عشان تشتغل في حته وتكون معتمد، يعني ما ينفعش تروح في اي دوله وتقول لهم انا معايا شهاده، طب وايه اللي يضمنني الشهاده دي؟ فلازم تكون معتمد. عشان تعمل الاعتماد ففي عندنا اللي هو الجوده، اللي هو قلنا فكره الايه الاستشاري، فبيبص على العمليه هل تمت مظبوطه ولا لا. من ضمن العمليه دي موضوع اللي هو النورمال ديستريبيوشن، تمام، من ضمن الحاجات دي انت حققت السكيلز اللي هي مطلوب تحققها في الماده دي ولا لا، الاهداف بتاعت الماده دي ولا لا. عشان كده انا بعمل انتدكشن ده ليه، عشان اقول لك ليه احنا بنعمل الاساينمنت او ليه هدف الاساينمنت، مش قصه درجات، هي قصه انه يحقق السكيلز اللي هي مطلوبه مننا، لانه لو المادة بقت يلا اي حد بينجح واي حد وخلاص، او محدش بيحضر وينجح في الاخر، طب ما هو انت هتأثر على الشاطرين اللي هو فعلا بيبقى عايز يتعلم وعايز يبقى معتمد عشان لما يتخرج يشتغل ويلاقي فرصة كويسة والناس تعترف بيه، تمام كده. طيب كان في ناس لسه، في اتنين كمان عايزين لسه يدخلوا المحاضرة دلوقتي، ما اعرفش جاي متأخر يعني. طيب فايه الاساينمنت بتاعنا؟ الحقيقة انه الاساينمنت ده المفروض ان احنا نبص على البيلدينج ونبص عليه من ناحيه كونسومشن للانرجي. في انواع كتيره جدا من الليفل اوف لايف سايكل للبيلدينج، من ضمنها الماتيريالز، وانه ازاي بتستهلك اماونت اوف انرجي ازاي. الكلام ده خلال المحاضرات هنشوف انه الخامات بتعمل نوع الخامه بيختلف في انتقال الحراره. فلو انا عندي مبنى معمول من الخشب غير لو يكون معمول من الخرسانه، الخزانه بتخزن حراره. طيب وبالتالي انت محتاج عشان تنقل الحراره ديت محتاج مكنه اللي هو التكييف، يعني جهاز تكييف يبقى كبير، او تدفئه محتاج مكنه، او كميه الحراره اللي انت محتاج عشان تدفي المكان ده كبيره. من ضمن الحاجات هتلاحظ مثلا البيوت في اوروبا تلاقي حجمها صغير، طب ليه بيعملوا حجمها صغير او مساحتها صغيره؟ عشان يقدر يدفيها، لان لو خلى حجم البيت كبير يبقى كميه الطاقه المطلوبه عشان يدفي المكان ده كبير جدا، فبيحاول يستفاد بالسايز، يعني صغر السايز ويستفاد بكل الفراغات عشان يحقق الهدف من البيلدينج، انه يحقق كومفورت للانسان وفي نفس الوقت يكون في الشتاء دافي وما يهلكش طاقه كبيره. بيستخدم مثلا اللمض اللي هي موفره، بيستخدم نوع معين من الازاز عشان يستخدم الطاقه الشمسيه ان هي اللي تدفي المكان، يبقى استفاد بالشمس. كل الحاجات دي كلها ليها علاقه بحاجه اسمها الانرجي افشنسي. فانت المطلوب انك تعمل ريبورت تبص على كلمه الانرجي افشنسي وايه الماتيريالز اللي ممكن نعمل لها سيلكشن عشان نخلي البيلدينج بتاعنا مور انرجي افشنسي. خد بالك انت في السوق ممكن شركتك تبقى شغاله وكل حاجه، لكن الشركه دي مع الوقت ايه عمال اسهمها في السوق يقع، مفيش حد بيجيب لها شغل. طب ليه؟ ما هو الشركه ماشيه تقليديه، ما بقتش تبص على الواقع. الواقع دلوقتي حاليا مش حاجه اسمها تبني مبنى وخلاص، لا لازم تبني مبنى وتاخد بالك وانت بتبنيه انه يكون كويس من ناحيه التكييف، يكون كويس من ناحيه الانرجي، يعني اقل استهلاك للطاقه مساحه الكهرباء او المكان المطلوب عشان يعمل عمليه التدفئه او الكولينج او الهيتنج يكون اقل ما يمكن. الخامات نفسها تكون عايشه عامله ازاي؟ هل هو ريسايكلينج ولا؟ فده اللي انا بدور عليه انه نبحث عنه
عشان نشوف ايه الخامات اللي احنا ممكن نستخدمها وايه التوصيف للبيلدينجز دي. في شهاده معروف دلوقتي في العالم اسمها شهاده اسمها الليد، ده اللي هي ازاي الناس اللي بتصمم البيلدينج من ناحيه المباني، مش قصه ستريس بس، لا كمان من ناحيه الانرجي افشنسي، ان المبنى دي الخامات المعموله فيه، اختيار الموقع، الاورينتيشن، الزاويه بينه وبين الشمس، الجليدنج بتاعه، عشان كده بيسموها ايه انفلوب، مش مجرد بيلدينج بس، بيلدينج انفلوب على بعضه كده، اخباره ايه بالنسبه للهواء وللشمس والتهويه، وهل هو بيستهلك طاقه قد ايه. فده اللي انت بتحاول تدور عليه. فمطلوب ان انت تسلم ريبورت عليه 20 درجه في الاتي، اللي هو الانترودكشن حوالي من صفحه لثلاث صفحات بالكتير، وتبين فيه الهدف، انت عملت ايه من هدفك من الريسيرش ده، انك توصل في الاخر لايه. وبناء عليه هيبقى تعمل حاجه اسمها الليتريتشر ريفيو، يعني تقرا تبص على اخر الاطلاعات الجديده، ايه اخر حاجه الناس بتفكر فيها او تعملها، وايه الاقتراحات اللي بيعملوها، وايه الطرق اللي بيستخدموها او السوفت ويرز اللي بيعملوها عشان يطلعوا في الاخر ديزاين بيحقق الانرجي افشنسي، او ايه الشهادات اللي موجوده دلوقتي عشان تدي شهاده معتمده للبيلدينج ده ان هو بيحقق الانرجي افشنسي. او ممكن تخش في امثله كيس ستادي يعني. طبعا اكيد انت هتستخدم طريقه ما عشان توصل للقصه دي، وهتعمل اناليسيس للمعلومات اللي انت وصلت لها، وفي الاخر تقول كونكلوجن. ايه الكونكلوجن؟ والله يا ريت في مصر نستخدم الخامه الفلانيه، يا ريت في الوطن العربي نستخدم الخامات الفلانيه، رغم انها غاليه شويه، بس هي كانيشال كوست هتبقى عاليه شويه، لكن كرانينج كوست انت هتجيب تكييف اقل، هتجيب لمض اقل، هتجيب تدفئه اقل، فممكن المبنى داخل خمس سنين، رغم انه في الاول كان انيشال كوست عاليه شويه، يحقق يجيب حقه يعني بعد خمس سنين، بدل ما كان ممكن يجيب حقه بعد 25 سنة. ممكن ايه الافكار الابداعية اللي ممكن نعملها بحيث انه نخلي البيلدينج دي، وحنشوف فيديوهات بتتكلم عن حاجة زي كده خلال المحاضرات. وفي الاخر تبقى كل معلومات انت جبتها دي مش جبتها من دماغك، انت جبتها من حدت من ريفرنس، فلازم تبقى مستخدم ريفرنس وقايل ايه هي الريفرنس دي، على الاقل تكون 10 ريفرنس يعني. واضح الكلام يا شباب؟ يا شباب واضح يا دكتور؟ تمام اوكي واضح. طيب ده شكل النورمال ديستريبيوشن، ده شكل النورمال ديستريبيوشن بتاع الماده بتاعه السنه اللي فاتت اللي هو فول 2019، يعني ادي زي ما شايف. فلما تيجي الجوده تبص على الكلام ده تقول والله منطقي، مش معقول الناس كلها اتقسطه ولا كل الناس ناجحه ولا كل في نورمال ديستريبيوشن اللي هو المنحنى الجاوسيان كيرف محققه، فده كده منطقي جدا على الدفعه بتاعتنا، تمام كده. يعني مش من الطبيعي الناس كلها تجيب A ولا كل الناس تجيب F، والحمد لله يعني غالبا مفيش حد بيسقط وده حاجه كويسه، تلاقوش من الماده يعني ماده كويسه وان شاء الله خير يعني. عشان كده بطلب لو في اي حد عنده اي استفسار من الاول، حاجه مش واضحه من الاول، عنده مشكله في المحاضره، عنده مشكله في الماده، عنده مشكله في السكشن او كده، يا ريت نتكلم من الاول عشان نبدا نحلها قبل ما تتفاقم او تتراكم الايه المشكله دي. اتفقنا يا شباب؟ اتفقنا؟ تمام. احنا اتفقنا معاكم على انه لو وقت بتحبوا تاخدوا بريك قولوا لي ناخد بريك. خلاص؟ دكتور هو الاسايمنت اللي حضرتك لسه مريه لنا ده هيتسلم امتى اصلا؟ هيتسلم في شهر في اخر اسبوع، اسبوع ال 12. تمام. فانت معاك من دلوقتي لغايه الاسبوع ال 12. تمام. شكرا. تمام. النهارده هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على مبادئ الثيرمودينامكس بدات معانا ازاي كهيستوري، وايه هي يعني ايه كلمه الثيرمودينامكس اصلا، وايه نوع الانرجي وطبيعتها، وايه انواعها، مثال عليها الهيت والورك، وان في حدود وكونسترين للثيرمودينامكس انرجي، وليه احنا بنتعلم العلم ده اصلا. فتعال نبدا الاول بالقصه دي، ايه اللي احنا شايفينه ده؟ احنا ده البني ادم اللي كان عايش في ما قبل التاريخ. الانسان ده كان عنده نيد، احتياج، الاحتياج ده اللي هو جعان، فايه عمال يدور على اكل. فممكن زمان شايف كده ماسك طوبه كده عمال ينقي طوبه او يظبط طوبه تبقى عامله زي السكينه، يعني هو بيخترع دلوقتي، بيشغل دماغه انه ها يختار طول المتاحه قدامه، ايه العصر اللي هو كان عايش فيه، ايه المتاح له؟ خامات طوب، خشب، هو ده المتاح له، مش حاجه ثانيه متاحه له. فهو بقى بيعمل ايه؟ بيدور على طوبه كده اللي هي حافه حاده عشان يعملها كسكينه يقطع بيها حاجه او يصب بيها حاجه. فتلاقي ان هو كانسان هنا هو في رغبه عايز ياكل، ده خلته يفكر، شغل دماغه، فبيشتغل الهيومن اكشن انه يعمل ايه، يدور على حجر ويكون ليه خاصيه انه يقطع او حاد، ف
فبيخترع يدور يعمله يحوله الى ايه، الى تول، الى اداه، وظيفه، حاجه يوظفها اللي هو السكينه يعني. بس هو استخدم المتاح له في العصر بتاعه. على فكره نفس الكلام والموديل ده هو اللي احنا فيه دلوقتي. يعني انا كبيلدينج عايز احقق فيه ايه؟ عايز احقق فيه فاسيلتيز معينه، كومفورتبل، سكيورتي، عايز يبقى في عندي باركينج، يكون في نظافه، الاوتدور بارك، وفي حدائق من حواليه، في مكان هيلثي سبيس، كل الحاجات دي محتاجه احققها. فاحنا كمهندسين مطلوب مننا نشغل دماغنا ونعمل اكشن عشان في الاخر نوجد هذا البيلدينج. البيلدينج ده بالنسبه لنا هو التول، هو نفس الفكره. احنا عندنا نيد نحقق الكلام ده. جميل. طيب عشان نحقق الكلام ده محتاجين ايه؟ نبص على ايه الخامات المتاحه في عصرنا، ايه العلوم اللي احنا نقدر نتعامل بيها في عصرنا. لكن في فرق ما بين الموديل اللي فوق واللي تحت. الموديل اللي فوق ده هو بيدور يعمل سكين عشان هو اللي ياكل، بيروح يصطاد عشان هو اللي ياكل. لكن انت كمهندس بيلدينج انت مش هتعمل بيلدينج عشان انت بس تسكن فيه، انت ممكن تكون هتسكن فيه، لكن كمان انت هتسوق الكلام ده لمين؟ للناس. الراجل ده كان ممكن يخترع الاختراع ده وليه واحد تاني في قاره تانيه، مثلا في قاره افريقيا، واحد تاني في قاره اسيا، كان موجود في نفس عصره، مفيش بينهم من بعض كوميونيكيشن، مش شايفين بعض، تمام كده. وبناء عليه هو هنا اخترع تول من الطوب، والتاني نفس الطول ممكن يخترعها من الطوب برضك او من حاجه تانية. بس هي الفكره هو يعني ساتسفايد ليه؟ لانه هو بيشبع نفسه، بياكل ويشبع نفسه، خلصنا. لكن هنا لا، الموديل بتاع دوت محتاج تبص ان انت هتبيعه للكوميونتي، فانت بتدور على مين؟ على الكوميونتي. فالمعادله فيها تعديل شويه. فيها ايه؟ الخامات والعلوم والظواهر اللي احنا موجودين فيها في التايم اللي احنا فيه، مع التفكير الهندسي خلال هذا التايم عشان نطلع ديفايس او منتج في خلال هذا التايم ينفع الناس. مش ينفعني بس، لازم ابص على حاجه ان الديفايس ده في الاخر رايح لاس اللي هو السايتي اللي هو بيتكلم على العصر دوت. فلازم اخد بالي ان السايتي مش هيسكت، هيعمل ايه؟ هيعمل لي حاجه اسمها فيدباك، يقول لي لا المبنى ده مش مريح، لا مش عارف ايه الازاز ده مش عاجبني، اللون ده مش مريحني، لا المفروض المايه توصل لفوق ما توصلش. في عنده نقد للديزاين بتاعي. فلازم انا وانا بتعلم ابقى عارف ان انا الموديل بتاعي مختلف عن الموديل ده، انا مش هعمل حاجه لنفسي وخلاص، لا ده انا لازم اتقبل راي الناس والجمهور اللي هيستفاد بيه المنتج بتاعي اللي هو البيلدينج. طيب حاجه كمان تانية، انه انا وانا شغال اصلا بعمل حاجه اسمها اقتراح لتصميم، وانا نفسي كمان وزمايلي في التيم ورك بتاعي بنعمل حاجه اسمها ايه اللي احنا قلنا من شويه، كريتيكال ثينكينج، ممكن اعدل فيه واقبل ده لغايه لما اوصل اتبنى اخر تصميم انا شايف ان هو اكتر حاجه مقنعه عشان انتج الديزاين بتاعي اللي هو البيلدينج في الاخر، ولسه كمان هتقبل لما السايتي ياخد ايه رايه كمان، وجايز اخد الفيدباك كمان استفاد منه ما ازعلش منه، ان لما اجي اصمم المبنى اللي بعديه باخد بالي من الفيدباك ده هل هو بوزيتيف ولا نيجاتيف واعمل بيه ايه. واضح الموديل ده يا شباب؟ تسمع ايه؟ اي اسئله في الجزء ده؟ تمام تمام اوكي. طيب ايه بقى حكايه الثيرموداينامكس؟ الحقيقه انه الثيرموداينامكس زي ما قلنا هو علم بيختص بالطاقه، بيدرس الطاقه، ومش مجرد بس يدرس الطاقه، لا هي الطاقه دي ازاي نعملها ايفاكيشن يعني كام، طب وهتتحول من صوره لصوره ازاي، وهل اقدر احولها بنسبه 100% من الصوره دي للصوره دي. عشان كده بيظهر عندي مفهوم اللي هو سميناه من شويه اللي هو الافشنسي، قد ايه انا اقدر استفاد من الطاقه دي. فانت بتشوف كده المباني بتاخد حاجه اسمها زي شهاده اسمها شهاده الليد، ده المبنى ده انرجي افشنسي، او لما تيجي تبص على ثلاجه او تكييف او جهاز كهربي تلاقي عليه الليبل دي، هو من انهي صنف، هل هو موفر للطاقه A ولا B ولا C ولا لا خالص ضايع. طيب فانت لازم تحقق الهدف منه، وكمان تحققه بافشنسي يعني باقل كوست تحقق اللي انت عايزه، وفي نفس الوقت ما يكونش ليه تاثير على البيئه البوليوشن. فمثلا لو انا بتكلم عن العربيه، فالعربيه دي انا عايز تحقق الباور يعني مثلا تنقلني من هنا لاسكندريه، فلو انا بقارن بين عربيتين اتنين تشتري مين؟ عربيه هتروح من هنا لاسكندريه وعربيه تانية من هنا لاسكندريه، يبقى الاثنين يحققوا نفس الهدف. لكن واحده العربيه دي
كفائتها صغيرة. معناها ايه كفائتها صغيرة؟ يعني ما همون بنزين مرتين اثنين. وعربية تانية لا كفائتها عالية، مجرد مرة واحدة همون بنزين 20 لتر واروح بيها اسكندرية. ها يبقى مين اللي مور افيشنت؟ مين اللي اقدر اشتريها وانا عايز اشتريها او هيبقى ليها سوق اكتر؟ اللي هي بمونة مرة واحدة بالظبط. يعني معناها بالظبط. كمان كمان دلوقتي كمان في السوق حتة الايه، ان التلوث بتاعها. ما انت ممكن تشتري عربية بتطلع دخان، المرور دي تترخص العربية يقول لك لا ما ينفعش. اه يبقى كمان عندي قصة انها بتحقق الغرض اللي هو الباور. ها الافيشنسي بتاعتها تكون عاليه، البليوشن ما تكونش عاليه او زيرو بليوشن. لو انت عارف تعمل حاجه زي كده بقى حاجه كويس. دكتور بعد اذنك، في حد بس عايز يدخل. اه معاك، انا بفتح الموبايل وبحاول ادخلهم. طيب هو علق ولا ايه؟ طيب كيف البرزنتيشن باينه ولا؟ تمام اوكي. طيب من ناحيه اللغه، كلمه ثيرمودايناميكس جت منين؟ جت من حاجه اسمها ثيرم ودايم، اللي هو معناها الحراره والشغل، الحركه يعني. مجموعهم على بعض بيطلع كلمه ثيرمو داينامكس. قلنا اللي هي العلم المختص بالطاقه، وان الطاقه ديت ليها حدود او قيود ازاي تتنقل من صوره الى صوره. نيجي لتعريف الانرجي اصلا. يعني ايه انرجي؟ يعني الابيليتي تو دو. زي ما انت شايف الراجل كده بيروح الجيم او قادر يبذل مجهود، يقول لك انا تعبان مش قادر. كلمه مش قادر معناه ما عندوش طاقه يقدر يعمل بيها المجهود ده. زي ما انت شايف الراجل اللي بيشد الحبل دوت، او مجموعه العمال اللي بيشدوا حاجه في المنجم ده، اه كده بيبذلوا مجهود اهو طاقه عشان يتحركوا حاجه من مكان لمكان. او دول مثلا بيزقوا العربيه دي عشان تتحرك، اهو في طاقه بتبذل. نعم دكتور معلش. السلايد ما بتتغيرش، يعني هي واقفه عندي عند الثيرموداينامكس بتاعه العربيات، اللي هو الديفينيشن بتاع الثيرموداينامكس. هي بتحرك كده. اه تمام. شكرا. تمام كويس. طيب نفس الكلام، لو انت شفت الراجل اللي بيجدف دوت نفسه كان بيبذل مجهود عشان يحصل حركه، يبقى انت بتشوف اثار الانرجي دي ازاي من الحركه. لما تشوف في حاجه بتحصل او في تغير بيحصل للحركه او الوضع، يقوم تبقى انت كده عرفت ان في ايه ده تاثير او طبيعه الايه بالانرجي. طيب الحقيقه انه الطاقه عموما ممكن الحقيقه نصنفها الى نوعين اثنين، حاجه اسمها طاقات متجدده وطاقات غير متجدده. يعني ايه طاقات غير متجدده؟ يعني زي البترول، الغاز الطبيعي، الفحم، كل دي مواد اول ما نخلصها من بير البترول يخلص خلاص الموضوع انتهى، مش هتتجدد. عشان تتجدد محتاجه الاف السنين او ملايين السنين اللي هي كونتها اصلا، اللي هو خلايا بقى حيوانات مش عارف ايه تحت ضغط عالي ودرجه حراره عاليه تحت باطن الارض عشان تتحول الكلام ده، ملايين السنين. عشان كده بيسموها نون رينيوبل. لو احنا هنعيش ملايين السنين هنشوفها، لكن احنا كبني ادمين ما بنعيش ملايين السنين. لكن الرينيوبل انرجي اه فيها اللايف تايم بتاع السايكل صغيره. يعني ايه؟ يعني الشمس بتبقى في اليوم الواحد بتشوفها شروق وغروب، يبقى دي اللايف تايم بتاعها ايه؟ يوم. البايوماس اللي هو ايه؟ الزرع. والله في محصول هزرعه خلال 6 اشهر او 3 اشهر هاخد المحصول بتاعه. يبقى كل 3 اشهر انا عندي ايه؟ او كل سنه بيطلع لي الزيت الزيتون ده او مثلا المنتج ده اللي عصوره طلع منه الزيت استخدمه كوقود. اه يبقى كده كل سنه، يبقى اللايف تايم بتاعته عباره عن سنه. او مثلا الويند، طبعا دي حاجه مش يعني تقدرش تتنبا بيها قوي لكنها متغيره مع اليوم. او مثلا الجيوثيرمال او المطر لما بينزل يبقى عندك ميه على ارتفاع عالي بوتنشال انرجي. فدي كلها ميزتها انها متجدده، ولكنها للاسف ما هياش رقم ثابت، ده هي متغير مع التايم. اللايف سايكل بتاعتها احنا عمرنا ممكن يبقى 60 سنه 70 سنه 100 سنه، فبنشوف جوه التايم بتاعنا احنا لو 100 سنه ده او 60 سنه دي بنشوف اكتر من لايف تايم للطاقات دي. عشان كده سموها رينيوبل انرجي. بعكس الثانيه نون رينيوبل، يعني ايه؟ اللايف تايم بتاعتنا احنا كبني ادمين صغيره جدا بالنسبه لللايف تايم الكبيره اللي هي مليون سنه عشان يتجدد تاني.
طيب ايه انواع الطاقه؟ من ضمن الحاجات اللي هنتعلمها كتير قوي اللي هو الانترنال انرجي، ودي خاصه ببيلدينج، لان الماتيريالز كلها في الاخر عباره عن ايه؟ عباره عن جزيئات. فالجزيئات دي جواها ايه؟ الالكترونات بتدور حوالين النواه وبتعمل فايبريشن وفي بينهم بعض انتر اكشن. مجموع كل الطاقات دي بنسميها حاجه اسمها الانترنال انرجي. بالاضافه ان انا ممكن بكون بتكلم على حاجه اسمها كينيتيك انرجي. يعني ايه كينيتيك انرجي؟ يعني كتله تتحرك بسرعه ما. نفس الكلام كتله على ارتفاع، بس انت لازم يبقى عندك داتا، في عندك حاجه تنسب ليها بوتنشال، فده بيسموه بوتنشال انرجي. طيب في عندنا حاجه اسمها الكتريستي، دي من نوع من انواع الطاقه. في عندنا كيميكال انرجي، بتبقى متخزن الطاقه في الصوره الكيميائيه، لما تغير من الطبيعه الكيميائيه تحرق الوقود مثلا او تعمل تفاعل كيميائي ينتج عنه حراره او يمتص حراره او يطلع ينتج عنه كهرباء او ينتج عنه فرقعه، فده بالتالي غيرت من صوره الى صوره. الماجنتيك فيلد، ماجنتيك انرجي، الهيت والشغل. الشغل يعني حركه، بيستون بيتحرك او شافت بيدور، فدول كلهم بيمثلوا لي انواع مختلفه من الطاقه. فعلم الثيرموداينامكس مهتم بالطاقه اللي هم دول، وازاي اقدر احول من صورة. يعني انا ممكن احول من بوتنشال انرجي الالكتريستي، السد العالي. السد العالي لو انا اخذت الميه وعديتها في تربينات هطلع الكتريكال انرجي. كيميكال انرجي لو انا اخذت الوقود وحرقته في عربيه هيعمل حاجه اسمها هيت، والهيت ده ممكن يؤدي ان المكبس ده يتحرك فاخد حركه، وهكذا. كينيتيك انرجي الهواء اللي ممكن يعدي على مروحه يقوم يتحول الحركه ديت شافت يدور يطلع لي كهرباء. فهتلاحظ ان كل الناس بتدور دلوقتي ازاي على الالكتريستي، ازاي احول بوتنشال لكهرباء، كينيتيك لكهرباء، وهكذا. لكن احنا في العلم بتاع الثيرموداينامكس بيلدنج بنهتم اكتر مينلي بالهيت، هو ده اهم حاجه احنا بندور عليها. طيب سؤال، ليه الناس يعني شايفه الكهرباء دي يعني مهمه عن الباقيين؟ يعني او ليها واخده حيز اكبر، او ليها يعني تقدير اكبر او قيمه اكبر؟ يعني ريت اسمع اجابه. عشان بتشغل اغلب حاجه. نعم، بتشغل اغلب الحاجات. بالظبط، لانها تقدر تشغل معظم الحاجات. انت ممكن من الالكتريكال انرجي تحصل على بوتنشال اللي هو الاسانسير، بالكهرباء ممكن ترفع الناس بوينش كهرباء. بالظبط، انا ممكن بالكهرباء اعمل دفايه هيت، ممكن بالكهرباء اشغل موتور يعمل حركه، ممكن بالالكتريكال انرجي اعمل كينيتيك انرجي مروحه تدور. بس في ميزه كمان تانية، ايه اللي يميز الالكتريستي عن بقيه الحاجات دي كلها؟ التطور بتاعها. يعني ايه التطور بتاعها؟ اللي هي يعني مجال مع الوقت بيتطور دايما، مش بيقف. يعني انا مش معترض على كده، انا بتكلم على الميزه. الميزه يعني حاجه بتميزها عن الباقي. مش بتلوث البيئه يعني؟ نعم، مش بتلوث البيئه يعني. ما انت لو مصدرها من مثلا خلايا شمسيه فانت مش بتلوث البيئه، لكن لو مصدرها مثلا من الكومباشن طب ما هتلوث البيئه. سهلة تتنقل. ايه كمان تاني؟ سهلة تتنقل. ايوه سهلة تتنقل. بالظبط، انا لو انا عندي مصدر الحرارة هنا في القاهرة تعرف تنقله لأسوان؟ صعب، complicated، مش سهل. كينيتيك انرجي هنا في القاهرة تعرف توديه حتة تانية؟ صعب. بوتنشال انرجي هتنقله ازاي يعني؟ كيميكال ممكن هجيب خزانات وعربيات بقى وبايب لاين وتلاقي الدنيا ايه مش سيمبل. لكن ميزه الكهرباء مجرد سلك وحط وصل فيه الكهرباء دي وتنقل من قاره لقاره، من دوله لدوله، مدينه لمدينه، مفيش عندك مشكله. ففعلا هو ميزته في النقل. وان كان في عيب هتخزنها ازاي؟ يعني الحاجات دي ممكن اخزن طاقه في صوره بوتنشال انرجي، ممكن اخزن طاقه في صوره كينيتيك انرجي، ممكن اخزنها في صوره كيميكال انرجي. لكن الميزه بتاعت الكهرباء فعلا زي ما انت قلتوا اللي هي موضوع ايه؟ النقل. اي اسئله لغايه دلوقتي؟ لا تمام يا دكتور. في شباب بيحاولوا معانا في الحلقه ولا بنعمل لهم ادنج؟ طيب نيجي بقى لحاجه ثانيه. تعال نبص على المثال ده. عندنا كوبايه قهوه موجوده في الجو اللي احنا عايشين فيه 20 درجه مئويه. القهوة دي عن 70 درجة مئوية. إيه اللي هيحصل؟ هنلاقي إن الحرارة بتتنقل من القهوة دي للجو، يعني مع الوقت هتلاقي إن الحرارة بتاعت القهوة دي بتبرد، يعني درجة الحرارة مالها بتقل. في هيت بتخرج من الكوباية للجو. ولا ممكن يحصل العكس؟
يا شباب ممكن يحصل العكس؟ لا مش العكس، ده هي بتتنقل من العالي للواطي مش من الواطي للعالي. ليه بقى؟ حاجة تانية ها؟ التلج ده لو سبته مع الوقت يحصل له ايه؟ معناه انه اكتسب حرارة من الجو المحيط عند 20 وبدأت التلج دي بدأت من تبقى عند زيرو تسيح لغاية تبقى مية عند زيرو وعند تسخن. طيب بص كده على الشلال دوت، هو المية من فوق لتحت من تحت لفوق؟ من فوق لتحت. ليه؟ ليه ممكن المية تطلع من تحت لفوق لوحدها؟ لا مستحيل. لا لازم انت تعمل حاجه عشان تغير من ده، يعني لازم تجيب ترومبه مثلا وترفع بيها المايه من تحت لفوق، او ان انت تجيب حاجه تسخن بيها القهوه ديت، او تجيب ثلاجه عشان تعمل التلج، لكن لوحدها لا. اذا طبيعه الانرجي نفسها ليها دايركشن، يبقى الطبيعه بتخلي الانرجي ليها ايه دايركشن، في كونسترينز، مش لازم انا مزاجي يعني يلا حول ده لده بسهوله، لا. الطبيعي انها تروح من الاعلى للاقل زي ما انتوا قلتوا كحراره، من الليفل الاعلى للليفل الاقل كبوتنشال انرجي، لكن عشان اعمل العكس لا، في الحاله دي لازم ابذل مجهود، لازم يبقى في ديفايس موجود عشان يعمل الحكايه ديت. وده اللي بيعبر عنه حاجه اسمها السكند لو اوف ثيرمودينامكس، ان في قيود بتحدني وانا بعمل تحول الطاقه من صوره لصوره، وبالتالي بقى في عندي حاجه اسمها افشنسي، مش هقدر اوصل للافشنسي 100%، الموضوع صعب، ممكن اوصل ل 40%، ممكن اوصل 30%، ممكن اوصل 70%، بس في ليميت. طبعا اللي فاهم العلم ده بيبقى عارف الليمتس دي لغايه فين ويقدر يحسب بالظبط كام اقصى حاجه ممكن تحصل. طيب العلم بتاع الثيرمودينامكس عموما ايه علاقته بالانرجي؟ الحكايه ان انت حسب الاتجاه اللي انت بتدور عليه، يعني لو انا بدور في الاخر احول اي مصدر عندي الى هيت ومنه يتحول الى شغل، فالدايركشن ده اسمه الدايركشن بتاع الباور جينيريشن، ان انا عايز اولد كهرباء، اولد باور جينيريشن. طيب الكلام ده بيتم ازاي؟ عن طريق جهاز بنسميه الهيت انجن. طب ولو عملنا العكس يعني ايه؟ لو انا بقى مشيت العكس يعني انا هستخدم الورك ده او الكهرباء دي او الباور ده في اني احقق هيت، زي ايه؟ زي الثلاجه بعمل او تكييف بيعمل تبريد للاوضه، فالجهاز اللي بيعمل الكلام ده بنسميه ريفريجريتور او بنسميه هيت بامب. يبقى انا عندي دايما علم الثيرمودينامكس في الاخر بيدور في الفلك ده، يا اما انا عندي هيت بستخدم جهاز اسمه هيت انجن عشان احولها لشغل، او لو انا عندي شغل هستخدم ثلاجه او هيت بامب او مضخه حراريه عشان ينقل لي الحراره ديت من، او زي ما انت شايف عندك في الجو بقى حر ومشغل التكييف الاوضه بارده او جواها كويس، او مثلا في الشتاء انت ممكن تشغل التكييف وتخلي الاوضه دافيه مع ان الجو بره بارد. انت استهلكت ايه في الحاله دي؟ استهلكت الكهرباء عشان تعمل القصه دي. او مثلا انت الجو بقى حر ورغم ذلك بتحط ميه او حاجه في الثلاجه او فريزر عشان تحوله لتلج، انت كده استهلكت الكهرباء عشان تحول حراره، تاخد حراره من الميه دي وتحولها الى تلج. فده علم بتاع الثيرمودينامكس. خد بالك ان احنا قلنا الثيرمودينامكس اوف بيلدينج معتمد على تو ساينسز، اللي هو علمين اثنين، علم الثيرمودينامكس وعلم الايه الهيت ترانسفير. فاحنا كنا بنتكلم النهارده بس على مقدمه في الثيرمودينامكس. طيب الابلكيشنز بتاعت الكلام ده في كل المجالات، انت كجسمك يا بني ادم، في برضك الحته بتاعت الثيرمودينامكس وتاثيرها وهنشوف بعد شويه القصه دي ازاي. الاير كونديشننج داخل فيه الثيرمودينامكس، الطيران داخل فيه، المواصلات، العربيات، اي محطه كهرباء، ثلاجات، كل الحاجات دي داخل فيها العلم بتاع الثيرمودينامكس، اللي هو الحراره والشغل، حراره وشغل. طيب لما نيجي نبص بقى على الهدف من الانجنييرنج كبيلدنج انجنييرنج، ممكن يتعامل ازاي اكتر مع القصه دي؟ انتوا اكيد هيتعاملوا في المواقع مع اجهزه بالمنظر ده، لودر او بلدوزر او اسكافيتور او حاجه بالمنظر ده، كل المكان ده كله في الاخر عشان تستخدمه في الموقع. ايه اللي انت هتلاحظه؟ كيميكال انرجي اللي هو السولار ديزل يعني بتحرق جوه الانجن ده، بتحول كيميائيا الى في الاخر الى حراره، والحراره دي بتشغل الانجن اللي في الاخر تقدر تحرك الهيدروليكس. حولت الطاقه دي الى هيدروليكس باور، تقدر تشيل الاوزان دي والشغل اللي انت عايز تعمله، او ترفع حاجه لو انا عندك وينش، او ممكن تحولها لكهرباء عشان تعمل بيها حاجه عندك جوه الموقع. كل الحاجات دي ليها علاقه بايه؟
فالمهندس البيلدنج المفروض برضه يكون عنده معلومات عن الباور وعن الانرجي عشان يقدر يعمل سيلكشن لانه مكنه هو عايزها تناسبه في الموقع، ايه مواصفاتها من ناحيه الباور ومن ناحيه الاداء الافشنسي عشان تحقق اللي هو عايزه. طيب نيجي الاول جزء في الثيرموداينامك كساينس اللي هو حته تعريف السيستم. اللي انت شايفه دوت ده ايميل كان بيني وبين شركه اسمها تيربودين، الشركه دي بتعمل محطات كهرباء، فهو بعته الايميل ده وبيقول لي خد بالك انا عارف الحدود اللي انت شايفها دي كده، الحدود دي اللي هي بنسميها الباوندري، الحدود دي كاتب عليها ايه تيربودين سكوب اوف اي سبلاي او ديليفري، يعني هم هيسلموني الجزء ده من الكون. يبقى الجزء ده بنسموه ايه بقى السيستم اللي هم هيسلموه. يبقى انا بعرف جوه الثيرمودينامكس حاجه اسمها السيستم. ايه هو السيستم؟ هو حاجه مكونات داخليه، ده الجزء اللي انا بدور ادرسه من الكون، بيحيط بيه حدود الباوندري، وخارج هذه الحدود بنسميه حاجه اسمها السراوند. يبقى كده انا عرفت السيستم اللي هو عباره عن ايه، ده الجزء من الكون اللي انا مهتم بيه، عايز ابص عليه، عايز ادرسه، عايز افكر فيه، وقد يحتوي هو نفسه الى مجموعه سيستم صغيره، سب سيستم صغيره، لكن بيحد حدود وحواليه من بره السراوندنج. مثال على الكلام ده، انت لما بتيجي تشتري شقه، الشقه دي ليها حدود صح، يقول لك الشقه دي بتبص على الشارع من الناحيه الفلانيه، ويحدها من الناحيه الجنوبيه كذا، ومن الناحيه الغربيه كذا، ومش عارف الباب الشقه موجود في الحته الفلانيه، والشقه دي مساحتها كذا، وبيديك رسمه، مش انت بتبقى في عندك عقد في الشقه ديت، او انت اجرت شقه، لازم العقد اللي بينك وبين الراجل اللي انت اجرت منه او اشتريت منه الشقه دوت بيبقى مكتوب فيه المواصفات بتاعت السيستم اللي هو انت مهتم بيه، الغرفه او الشقه او المساحه بتاعتها او مكوناتها اللي هي ممكن تبقى جوه مجموعه غرف او مجموعه اماكن جوه المكان ده، او انت بتعمل عقد بينك وبين اللي انت مثلا استشاري او مكتب استشاري هينفذ او هيصمم فيلا او هيصمم مستشفى او هيصمم مصنع. فبيجي بقى لقطعه الارض، يقول لك والله قطعه الارض دي موجوده في الحته الفلانيه في المدينه العاشر، ابعادها كذا، حدها الشمالي كذا، حدها الجنوبي، بيديك الحدود الباوندري. خارج هذه الحدود بقى اسمه السراوندنج، جوه الحدود دي هو بقى اللي انت هتبني عليه المستشفى او المبنى اللي انت بتتكلم عليه. فدايما في اي شغلانه هتشتغلها هتلاقي ان انت محتاج تعرف في اول خطوه هو فين السيستم اللي انا عايزه، فين السيستم اللي بدرسه، فين الجزء اللي انا مهتم بيه، فين الحدود بتاعتي اللي بتحد هذه السيستم. واضح الكلام يا شباب؟ تمام يا شباب. تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. طيب انواع بقى السيستمز اللي موجودين في الدنيا، الحقيقه ان في عندي ثلاث انواع في السيستم موجودين، وحاجه اسمها نظام معزول. ايه النظام المعزول ده؟ خد بالك انه مع الكون لا يتبادل حراره، مفيش، ولا يتبادل ايه كتله، ولا يتبادل شغل. ثلاث حاجات عندنا، شغل وحراره وكتله، لا هو بينقل حراره، ده معزول، يعني كيو بزيرو. في الشغل دبليو بزيرو، ماس بزيرو، مفيش ماس بتعدي رايحه جايه، مفيش. طيب ده بيسموه نظام معزول. امال ايه النظام الثاني؟ حاجه اسمها كلوز سيستم. طب ايه يعني ايه كلوز سيستم؟ السيستم اهو ليه باوندري، انا حتى بشاور باللون الاحمر اهو باين عندكم. اوكي، الباوندري بتاعت السيستم كان 1 كيلو 1 متر مكعب جواهم 2 كيلو جرام من الغاز. بس انا ممكن اسخنهم، فلو سخنته المكبس ده هيتحرك اهو كده بيبذل شغله، وبالتالي حصل ايه للباوندري بتاعتي؟ اتمددت. مش شرط الباوندري فيكسد، لا ممكن الباوندري تكون بتتمدد، فبقت حجمها من 1 متر مكعب بقت 3 متر مكعب. بس السؤال، هل في كتلة عبرت الباوندري؟ في كتلة عبرت الحدود؟ لا. اهو انا ممكن اتبادل انرجي ما عنديش مشكلة، بعكس هنا ما كانش بيتبادل انرجي خالص ولا كان بيتبادل كتلة، هنا بسمح بتبادل الانرجي سواء هيت فليم اهو او شغل، لكن ما بيحصلش تبادل للكتلة. ده بيسموه نظام ايه؟ كلوز سيستم. ايه تعريف الكلوز سيستم؟ انه الماس لا تعبر الباوندري. احفظ الكلام ده بالنص، الماس لا تعبر الباوندري. امال ايه اللي ممكن يحصل؟ تعال نبص على المثال ده. لو المكبس ده والاسطوانه بدا الباوندري بتاعتي اهي، شايفها؟ بس انا هنا عملت ايه؟ كونكشن، وبدا فيه فلو او ماس تعبر الباوندري، تحول الشكل بتاعي اللي على اليمين ده
من كلوز سيستم اصبح هنا اوبن سيستم. ايه السبب؟ ان في ماس بتعبر الباوندري. مثال على الكلام ده محرك عربيه. لو جينا بصيت كده على المحرك العربيه اللي شغال قدامك ده اهو في يمين الشاشه هتلاقي اهو ادي المحرك عباره عن اسطوانه ومكبس بيتحركوا، وفي لحظه كده اللي هو الهواء الغاز داخل من الصمام دوت، وبعدين الوقود والهواء جوه بيحصل لهم حراره تولع فيهم، يحصل كومبشن، يحصل انفجار، يقوم يزق المكبس لتحت. بعد كده يكون عندي عادم لونه بني كده زي ما انت شايف اهو، يبدا يخرج من الصمام اللي هو رقم 4. فالسؤال بقى، السيستم بتاع الانجن ده اقدر اصنفه ان هو ايزوليتد سيستم ولا كلوز سيستم ولا اوبن سيستم وليه؟ يا شباب لا ده اوبن سيستم. ليه يا باشمهندس اوبن؟ اوبن عشان لان عشان إيه؟ في حاجات انبوت وفي حاجات اوتبوت، يعني الحاجات مش ثابته. ها عايزين نصيغها بشكل ادق شويه. ها عشان في ماس بيتحرك قلنا عشان في ماس بتعبر الباوندري، ماس بتعبر الباوندري. تمام كده اتفقنا كلمه ان ماس بتعبر الباوندري كده اصبح اوبن سيستم. طيب تعال نبص على الحته دي اللي هو بيسموها ايه نوزل. كلمه نوزل يعني ايه؟ يعني فلو بيعدي من مقطع من كروس سكشن اريا كبير يروح على كروس سكشن اريا اصغر، فيقوم يحصل في سرعته ايه؟ تزيد، يعني حاجه بتزود السرعه. والعكس لو انا مشيت من الناحيه دي ومشيت العكس كده بيسموها ديفيوزر، حاجه من سرعه كبيره سرعه قليله. يبقى كده في اتجاه من الشمال لليمين كده انا عندي حاجه اسمها نوزل، من كروس سكشن اريا الكبير لصغير تقوم السرعه تزيد اسمه نوزل، والعكس اسمه ديفيوزر. مثال على الكلام ده اللي هو المحرك بتاع الطياره النفاثه، ما هو عباره عن نوزل. فاحنا هنشوف دلوقتي فيديو مع بعض يبين الايه القصه دي. معرفش انتوا كده شايفين الفيديو ولا لا. يا شباب الفيديو باين عندك في البتاع؟ لا مش باين يا دكتور. خليني اشير معك. شايفين ازاي هو الطيار مفروض بيتحكم في الكروس سكشن اريا في المخرج عشان يوجه الطياره في الاتجاه اللي هو عايزه. ده بيسموها انه شايف الاريا ممكن يزودها يقللها، وبالتالي يزود السرعه او يقلل السرعه، وبالتالي يضغط على الطياره في اتجاه العكس تطير في الاتجاه العكسي. واضح الكلام يا شباب؟ واضح واضح تمام يا دكتور. دي بنسميها نوزل تمام كده. طيب نرجع تاني للسلايد. فزي ما اتفقنا لو انا ماشي في اتجاه من اريا كبيره الى اريا صغيره اهي كده انا بعمل ايه؟ ماشي في نوزل بزود السرعه. او العكس لو انا جاي من كروس سكشن صغير ورايح لكروس سكشن كبير ده بنسميه حاجه اسمها ايه؟ ديفيوزر، يعني بنقلل السرعه. طيب السؤال بقى، السيستم ده اللي هو ديفيوزر او نوزل، هل هو open system ولا closed system ولا isolated system؟ open. ليه open؟ open عشان في ماس بيعدي من الباوندري. بالظبط ماس بتعبر الباوندري. جميل. طيب تعال نبص على اللي بعديها. ها عندك ال pressure cooker اللي هو حله الضغط اللي عندنا في البيت. ها دي اصنفها يا شباب، هل هي closed system ولا isolated system ولا open system وليه؟ دي closed عشان energy load اللي بتعدي الباوندري. ليه closed؟ ولو open ليه open؟ energy بس اللي بتعدي.
بتطلع ايه البيست اوبن يا دكتور؟ ليه اوبن؟ اوبن عشان الماس في فتحه الماس بتاعت الماس في فتحه بتعدي البخار بيكش كل البخار. لو احنا بصينا على الحته دي اللي هي الحته الصفاره ديت لما الغاز بيتجمع هنا يبدا يضغط ويخرج الغاز من الحته الصغيره دي فكده الباوندري اهي بيعبرها ماس بالتالي كده بنتكلم على اوبن سيستم كلام مظبوط. طيب ها الحله ديت اللي فيها ميه بتغلي اوبن سيستم اوبن مره ليه اوبن ليه اوبن يعني الماس بيعدي برضه مش ماس تمام. طيب البالونه ديت كلوز ده باشمهندس دي كلوز ليه تعديش الماس بيعدي شويه بالظبط. طيب لو كانت دي بالونه بقى العاديه اللي هي هواء سخن عن طريق ان انا في هنا عندي نار تحت كده بنشغلها في كده فليم بيعمل هوت جازز يقوم يسخن الايه الهواء اللي موجود جوه البالونه مش هيليوم لا ده بقى بنتكلم على هواء سخن فكثافته تكون قليله يقوم يبدا البالونه دي ايه تطلع لفوق. في الحاله دي بقى اوبن سيستم ولا كلوز سيستم؟ اوبن تقريبا اظن عشان فيها اوبن بالظبط لان في عنده كنترول على بيبقى فينا فتحه كده بيتحكم فيها لما يخرج الغاز السخن يبدا البالونه دي ايه تنزل لتحت الراجل اللي بيتحكم فيها ازاي تطلع لفوق وتنزل تحت لما بيسخن ويقفل المحبس اللي هنا في الغاز السخن كثافه الهواء بتاعته قليله يقوم يطلع لفوق. طب عايز ينزل بيروح فاتح فتحه هنا هو كده بيتحكم فيها تبدا الهواء السخن يخرج فتنزل البالونه دي ايه تنزل تحت تاني. طيب انا نبص على المثال اللي بعديه كان المايه اللي عندنا في البيت اللي هو الكهربي بقى فيه هيتنج اليمنت جوه والمايه كده ايه بتدخل بارده نشغل السخان تلاقي المايه سخنت ناخدها بقى سخنه ده اوبن ولا كلوزد؟ اوبن. ليه اوبن؟ اوبن عشان في ماس داخله من الباوندريز وخارجه هي المايه لو مش خارجه ما هي دخل المهم ماس بتعبر الباوندري ماس بتعبر الباوندري. جميل. طب معلش يا دكتور عندي سؤال بس اقول دلوقتي ماس بتعبر الباوندري بتاعت السيستم كلها صح مهم انها تعبر اي حته في الباوندري بتاعت السيستم اهي شوف الحته دي اهي في ماس عبرت تمام يعني هي المايه اللي دخلت دي مش قصتي مش لازم دخلت خرجت ممكن تكون دخلت وتخزنت ما عنديش مشكله ممكن تكون خرجت وقلت المايه اللي هنا مش مشكله المهم ان في حته في الباوندري عدى منها ماس هل هي ستيدي ولا مش ستيدي ده موضوع تاني اللي انت بتتكلم عليه ستدي اللي هو يعني ايه دخلت من هنا هو 10 كيلو جرام وخدت من هنا 10 كيلو جرام في الحاله دي بنتكلم على ستدي ستيت ده موضوع تاني مش بنتكلم على اوبن وكلوز وانس ان في ماس عدت الباوندري يبقى كده بنتكلم على اوبن سيستم. طيب محبس اللي هو الحنفيه البيت ها اوبن ليه اوبن عشان الماس بيعدي الباوندري عشان الماس بتعبر الباوند تمام. طيب تاني البرزنتيشن الشكل ده اللي هو الانجن بتاع العربيه اوبن ولا كلوزد؟ اوبن. ليه اوبن؟ عشان الماس بتعدي الباوندرز بيبقى في اصلا كذا ماس بتدخل بالظبط الفاول اهو عدى الباوندري في الاكزوست عدى حاجه بتعبر الباوندري اير اهو داخل يبقى كده بنتكلم على اوبن سيستم. البني ادمين النبات الحيوان هل هو اوبن سيستم ولا كلوز سيستم وليه؟ اعتقد اوبن عشان في كذا اوبن سيستم يا دكتور بالظبط عشان ماس بتعبر الباوند بالظبط كده جميل. طيب حاجه زي كده حاجه بنسموها حاجه اسمها هيت اكشنجر يعني ايه هيت اكشنجر؟ يعني انت حاجه هدفها تسخن لك المكان او تبرد المكان فبتاخد حراره بس في هنا فلو ماشي في السيستم دوت ها الجهاز ده بيسموه حاجه اسمها هيت اكشنجر مبادل حراري زي مين زي سخان في البيت عندك الدفايه حاجه بالمنظر ده هل ده يعتبر اوبن سيستم ولا كلوز سيستم؟ نفس الكلام في فكره البويلر اهي لو انا عندي في البيت البويلر اللي هي فليم جوه السخان الغاز اللي عندنا في البيت اهو فليم بتسخن الماسوره اللي فيها الميه عشان يبقى ميه سخنه ها دول اوبن سيستم ولا كلوز سيستم؟
closed. ليه closed؟ ليه closed؟ عشان ما فيش حاجة بتخش السيستم. يعني ايه فيش حاجة بتخش السيستم؟ اذا خش الباوندري يعني. هو مش في مية بتدخل السخان؟ اه. عشان انا عايز السيستم اصلا ما يخرجش منه حاجة يا دكتور. ازاي؟ يعني انت عامل سخان في البيت تدخلش منه مية سخنة؟ سخان غاز. ايوه الدكتور عامل سخان غاز او بخرجش منه غاز وانا بجيب غاز بولع في نفسي. ثواني مش انت دلوقتي حاليا سخان الغاز ده بيستخدم ايه؟ هواء من الاوضه صح؟ والغاز سواء غاز طبيعي او غاز انبوبه صح؟ بيعمل فليم صح ولا لا؟ صح جميل. وبعدين في عندك شكمان او في عندك المدخنه اللي طالعه من بره من الحيطه وطالعه في الجو بره، ما هو العادم ده هيروح فين؟ هيتراكم جوه؟ ما هيطلع بره صح ولا لا؟ انا عندي يا دكتور هنا مفيش مدخنه والله. يبقى انت عندك سخان كهرباء صح؟ اه يبقى تقريبا كده سخان كهرباء. حلو. حتى السخان الكهرباء الميه بقى اللي دخلت دي هو كسخان مش في ميه دخلت عبرت الباوندر بتاعته حدوده اللي هو عامل زي اسطوانه دي كده، في مدخل صح؟ في ميه دخلت له مظبوط. يبقى كده عبرت الباوندري ماس اهي، عبرت الباوندري بكامل. كان على السيستم ولا اوبن سيستم؟ لا اوبن كده تمام، يبقى اوبن سيستم. جميل. التكييف اللي عندك في البيت في حاجه اسمها الجزء السبليت اللي هو الحته اللي ظاهره عندك في الاوضه دي، ده بنسميها في الحقيقه اسمه افبريتور. يعني ايه افبريتور؟ الفريون بيبقى ماشي جوه السلك ده جوه النحاس، في كويل النحاس جوه الفريون ماشي فيه، وبعدين الفريون عمال ايه ياخد الحراره من الاوضه ويخليك الاوضه بارده كده لطيف. الجهاز ده open system ولا closed system؟ open ليه open؟ ده closed. open closed عشان الفريون مش بيطلع بره. open و closed و open الفريون يعني الكتر مش بيطلع بره المسؤول. انا بتكلم على الحتة دي يا باشمهندس اهو، الجهاز ده بدرسه لوحده. اللي انت تتكلم عليه جهاز التكييف ككل اللي هو الوحدة الخارجية والوحدة الداخلية كلهم على بعض اسمهم سايكل. اه السايكل بتاعت الفريون، السايكل بتاعت الفريون ككل مقفولة، لكن اي كومبوننت منها هو اوبن سيستم. ليه؟ لما حدرس الحتة دي لوحدها اهو داخل لها فلو عبر الباوندري، نفس الكلام هو خرج منها فلو عبر الباوندري، لماس عبرت الباوندري بقينا اوبن سيستم. طيب بص على حاجة تانية، التلاجة اللي عندنا في البيت. أنا مش بكلمك على التلاجة ككل، لا أنا بكلمك على الحتة اللي ظهر التلاجة بس اللي لونها برتقاني ديت، المواسير دي. الماسورة دي بيخش لها غاز سخن جدا، فريون سخن درجة حرارته 120 ولا حاجة، يفضل ماشي في الماسورة دي رايح جاي رايح جاي لغاية لما يبرد. فأنت عشان كده لو تحط إيدك في ظهر التلاجة بتلاقي فيه هواء سخن أو درجة حرارة عالية. فبيبرد أهو، في مقابل إن الفريون ده يبرد. أه. في الحاله دي الجزء ده اللي هو ظهر الثلاجه ده كلوز سيستم ولا اوبن سيستم؟ اوبن سيستم. ليه اوبن سيستم؟ نعم الماس عبر الباوند بالظبط، في ماس اهي الفريون وهو هنا بيعدي بيعبر الباوندري بتاعت الكوندنسر، ده اسمه جهاز اسمه الكوندنسر برضك هيت اكشينج. جميل. طيب في عندنا حاجه جهاز تاني اسمه التربينه، ده عباره عن ايه؟ عباره عن شافت زي ما هنشوف بعد شويه، عباره عن شافت وعليه مجموعه ريش مراوح كده. لو انا دخلت له غاز زي الهواء مثلا ضغطه كبير درجه حرارته كبيره يقوم المراوح دي تدور. طب انا استفدت كده من الحكايه ديت، حولت الضغط اللي عندي ده الى ان في حركه في شغل اخدته، وطبعا الغاز بيطلع ضغطه ايه قليل، يبقى انا كده عملت اكسبانشن او فرغت الضغط في مقابل ان انا حصلت على حركه، فدي بنسميها توربينه اكسبانشن. نفس الشكل ده بس لو عملناه العكس، يعني ايه؟ لو انا اديته انا شغل شافت وخليت المراوح دي تدور هتسحب لي هواء من الجو وتخليه الضغط ضغطه يزيد. السؤال بقى التوربينه او الكمبريسور دول اوبن سيستم ولا كلوز سيستم؟ يا شباب اوبن برضه يا دكتور، ايه اوبن؟
مش في الاير بيعدي ماس بيعدي الباوندري بالظبط. جميل. لو ركبنا كمان في النص حاجه اسمها كومباشن تشامبر، غرفه حريق زي ما انت شايف اهو، ادي قطعنا كده مقطع واتفرجنا على جوه الكومبريسور، اهي مجموعه الريش اللي كنت بكلمكم عليها اهي، فالهواء بيتسحب كده يوم يتضغط، وحين نحط عليه وقود ونحرقهم فيطلع غاز درجه حرارته عاليه جدا، ضغطه عالي جدا، يقوم يعدي على ريش التربينه تقوم تدور. مين بقى دوت؟ ده محرك الطياره. ادي شكل محرك الطياره، الشافت بتاعها هو اللي بيدور. ده اللي هو موجود فين؟ اهو تحت جناح الطياره، ده الانجن بتاع الطياره. مكوناته عباره عن ثلاث حاجات: مراوح اللي هو كومبريسور، غرفه حريق نحط فيها الوقود مع الهواء المضغوط، وتربينه بتدور تشغل لنا القصه دي. السيستم ده على بعض بقى اوبن سيستم ولا كلوز سيستم؟ يا شباب اوبن برضه يا دكتور. اوبن ليه؟ ماس بتعبر الباوندري. طيب مضخه الميه اللي هي بتوصل الميه الدور ال 12 و 13 اوبن برضه يا دكتور. تمام اوبن. طيب ها ميكسنج، عندي عمليه خلاط، هواء سخن وهواء بارد، ميه سخنه وميه بارده، بنخلطهم على بعض. أو بنوزعهم برضك open system. طيب تعال نبص على المسألة دي. system A عبارة عن أوضة معزولة كويس بس جواها مروحة بتدور، والمروحة دي بيشغلها electric motor، وsystem B ده عبارة عن بطارية كهرباء بس. ها system A open ولا closed system؟ خد بالك في شغل هو داخل للسيستم. system B في كهرباء خارجة منه. ها system A لوحده open system ولا closed system؟ هو معلش دكتور انا مش فاهم ايه اللي بيحصل في سيستم ايه اصلا. يعني ايه دي؟ سيستم ايه ده عباره عن اوضه بس في شافت معدي اهو زي ما انت شايف كده، وفي الكتريك موتور من بره بيدور الشافت ده، فالبدال ده يدور المروحه فيقلب الهواء اللي جوه الاوضه، زي كان عندك مروحه في السقف. كلوزد يا دكتور. ليه كلوزد؟ بتهيألي الماس اللي جوه ثابت بس بيتقلب بس. ها مش في عندك شغل اهو داخل اهو بيعبر الباوندري، في شغل بيعبر الباوندري. يبقى اوبن ولا كلوزد؟ بس ما فيش ماس يا دكتور. بالظبط. ايه هيبقى اوبن وبيها هيبقى كلوزد؟ ما فيش ماس بتعبر باوندري، ممكن هيت يروح، ممكن شغل يعدي مفيش مشكله، لكن ماس ما بتعديش يبقى كلوزد سيستم. طب والبطاريه؟ كلوزد برضه. برضه كلوزد، انا ماليش دعوه بالكهرباء، انا بكلمك على الماس، هل في ماس خرجت؟ كلوز. يبقى كلوز سيستم. تمام يا شباب. طيب عندي غرفه اهي وفيها الكتريك هيتر، سخان كهرباء، دفايه سخان كهرباء. مش يعتبر في ماس بتخرج من الباتري يعني؟ بس احنا بنتكلم في العلم دوت على الماكرو مش المايكرو، ما بندورش على كتله الجزيء وكتله بالنسبه لنا مش رقم يعني، بنشوفها ككهرباء كانرجي مش كمان. طب انا معلش مش فاهم ليه سيستم ايه كلوزد؟ كلمه كلوز سيستم معناها كتله ماس بتعبر الباوندري، هل في ماس عبرت الباوندري؟ طب يعني هي مش المفروض الماس اللي بتعبر الباوندري دي نعتبرها اللي هي الويل اللي بتدور دي، ولا دي مش ماس؟ لا هي موجود على طول، هو دي ده ماس، ده كتله لما راح دخلت وخرجت، ولا مش لا هي مش مش مثلا فلو يعني، مش هواء او فريون او غاز بيعبر الباوندري، مش تمام. كور حديد وعما تعبر الباوندري. تمام ماشي تمام كده. طيب نيجي للسؤال الاخير ده اللي هو ده، لو عندي غرفة والغرفة دي بنسخنها بالكتريك هيتر، سخان كهرباء، open system برضه. ليه open system؟ في energy طلعت من اللي يعني في heat، مش heat الحرارة ما تعتبرش ماس ولا يبقى كلوز بقى. كلوز لان هي انرجي بس اللي احنا من احنا بنتكلم على الماس، في ماس عبرت الباوندري؟ لا لا يبقى اذا كلوز سيستم.
طيب تعال نبص على حاجة هنا بنقيم بيها، ده جهاز اسمه بومب كالورومتر، ده بجهاز بيقيم الحرارة اللي خارجة من الوقود. يعني مثلا لو حطيت هنا بنزين وعملت فيه إجنيشن ولعت فيه فهيحصل كومبشن، هواء في أكسجين مع بنزين هيولع، بس ده عبارة عن قطعة من الأسطوانة من الفولاذ وحواليها مية، فطبعا هيحصل حرارة هنا فالمية تسخن، فاحنا بنقيس درجة حركة في الأول كام وبعد كده شوية سخنت بقت كام. نقدر نقول والله كيلو جرام من الوقود ده يقدر يسخن لنا قد ايه، كام هيت. يعني لو انا عندي كيلو جرام خشب غير لما يكون عندي كيلو جرام بنزين غير لما يكون عندي كيلو جرام ورق زي ما يكون كيلو جرام قماش، ايه كل مادة من دول ليها حرارة معينة، فانا بقيم بالجهاز ده كمية الحرارة. زي ما انت شايف في عندي هنا قلاب بيقلب المية، في عندي ترومتر، في عندي كل القصة دي بقى معزولة. السيستم ده وهو شغال كده open system ولا close system وليه؟ مش هو المايه بتسخن فبتتبخر فيبقى في مايه، لا لا احنا كده مقفول، ما بنوصلش التبخر، المايه بتسخن حاجه بسيطه يعني مثلا من 25 تبقى 35 45 وممكن اوبن عشان هتدخل الوقود. ايزوليتد سيستم، مش بتكلم في لحظه الدخول او خروجه، انا بكلمك انت خلاص مليت الحاجه وهتشغل بقى الجهاز، كل الحاجات دي مقفله. هو ما يخلصش بيدخل من الاكسس بورت ليه كلوزد؟ بكلوزد بالظبط، مفيش حاجه، مفيش ماس، مفيش حاجه، ما ينفعش كلمه حاجه، مفيش ماس بتاعها. تمام جميل جدا. طيب بس يا دكتور احنا لو مثلا مش بنحرق مثلا بنزين هيطلع ايميشنز منها؟ ايوه، ما كل ده هيبقى محبوس جوه هنا. لو انت بقى خلصت التجربه خالص، بعد ما تخلص التجربه عايز بقى تغير وتجدد الغرفه دي، اه هتفتح وتطلع العادم وتدخل بقى غرفه وقود تاني او نوع تاني عشان تقيس، ده موضوع تاني بتكلم في لحظه التجربه بس. ما اعرفش، انا عندي اتنين مش عارفين، كل ما اضغط لهم على ادمن اللاوي ما بيرضاش، اللي هو عبد الرحمن محمد عزت وسيف شريف، مش عارف كل ما اضغط لهم انه اوكي ما بيقبلش ليه انه ينضموا للمحاضرة. خير. طيب تعال نبص على الهيستوري بتاع الثيرموداينامكس. زي ما شفنا القصة بتاعت الراجل ده اللي احنا كنا قلنا بيدور على ان هو ايه بياكل، فاحتياجه للانرجي معتمد على ايه؟ على جسمه، الطاقة اللي في جسمه تكفيه انه يكفي طلباته. ليه طلباته؟ انه ياكل ويعيش بس، مش اكتر من كده. طعم الاكل مش فارق معاه في حاجة، شكل الاكل مش فارق معاه في حاجة، هو ساتسفايد. لكن لما بدات الناس تقدر تقول لا مش هينفع نعيش فراده كده، لازم نعيش في كوميونتي، في جماعات، مجموعات، فما هو مش معقوله كل واحد هيدور على نفسه، لا لازم في حبه يبقى هم المسؤولين عن الحراسه، وحبه مسؤولين عن تجميع الاكل، وحبه مسؤولين عن طهو الاكل، وحبه وهكذا. فمعنى الكلام ده انا كبني ادم هشتغل مثلا في الحقل دوت، مش هطلع زرع يكفيني بس اكل، لا ده هيكفي اكتر عشان في ناس هتحميني، ما انا مش هقعد ازرع وفي ناس بتحمي وهم يعني واكل وهم مش هياكلوا، هم بيقوموا بدور تاني، او واحد تاني بيقوم بالصيد، طب انا محتاج ان انا بتبادل معاه منتج. اذا المجهود المطلوب مني هنا مختلف عن المجهود هنا، هنا انا باكل وباكل نفسي وخلاص، انما هنا بتكلم على منتج اه انا هاكل منه بس كمان هدي الكوميونتي. فبقيت الطاقه بتاعتي انا كبشر مش كفايه انها تحقق الكلام ده، فمحتاجين نستفاد بحاجات تانية تساعدني على الباور. يعني ايه؟ يعني انا محتاج ان انا يكون عندي شكل الانسان استوطن او خلى استأنس الحيوانات عشان ايه؟ الباور بتاعتها اكبر. تعال نبص كده على المقارنة بين القصة دي، شوف الحصان والثيران والكلام ده الباور بتاعتهم عاملة ازاي. بص قارن الانسان يقدر يمشي لمدة خمسة، يعني يمشي 5 كيلو متر بالاور ده سرعته، لكن الحيوانات زي الثيران مثلا هي بطيئه، الحصانه اسرع بكتير. بص كده على دي قدره تحمله او سرعته عامله ازاي، لكن الباور بتاعته البني ادم 100 واط وخلاص، ها ده بنتكلم في 400 واط اكبر، يبقى هيبقى انتاجيته اكبر عشان كده محتاجه يساعده في الحقل. الحصان ها اكبر واكبر عشان كده يقدر يمشي مسافات طويلة وبسرعات ينقلهم مكاني، بدأ هيستخدم أكتر في النقل وده يستخدم في الحرث الأكل. طيب كل شوية مطلوب من البني آدم ينتج أكتر
ما هو عشان ينتج اكتر ما هو محتاج باور اكتر، فبدا يدور على وسائل اخرى من ضمنها انا عايز استخدم الحاجه المتاحه. ايه المتاح لي؟ الانرجي اللي هي الهيت عشان اطفي الطعام، او عشان اعمل تدفئه، فممكن استخدم الطاقه الشمسيه، او ممكن استخدم الفحم او الخشب اولع فيهم، او انا مثلا عايز انشف او الجلود، بيجيب جلد حيوان ويصطاده ويبدا ينشفه، محتاج الهيت الحراره، يا اما بالشمس يا اما بالحراره ديت فليم يعني. طيب برضك يستخدم الجرافيتي عشان تساعده في نقل الميه من مكان لمكان. الثيران بيستخدمها مع الويل دي عشان يعمل القصه دي. فكر في فكره الايه، البامب الحلزونيه بالايد مانوال يدويه عشان ترفع الميه من ليفل بوتنشال انرجي من ليفل لليفل، تمام كده. كل دي حاجات بتعتمد يا اما الحيوان لان هم مطلوب مني طاقه اكبر. دي اللي هي الساعه الميه اللي عملها واحد اسمه الجزري، ده اللي هو ازاي معموله من تروس بحيث يرفع الميه من تحت لفوق عن طريق ايه، الثيران. لغايه لما وصلنا في العصر اللي احنا فيه دلوقتي، احنا ممكن نستفاد بالبوتنشال انرجي انها تعدي على السد العالي، ها، وتشغلي توربينات تطلع لك كهرباء. طيب نفس الكلام الفلو انرجي او كادج انرجي او بوتنشال انرجي، الناس بدات تستفاد بالقصه دي على في اوروبا، انه عنده انهار او كده يخلي الميه وهي ماشيه تزق العجله دي، وبالتالي ممكن تملى او ترفع الميه من تحت لفوق. في عندي كينيتك انرجي جالي مع التيار، فانا اقدر ارفع بيه الميه دي ليفل اعلى واسقي بيها الناس او اسقي بيها الحقول، لان انا ما اقدرش اسقي لوحدي طاقه انا صغيره، انا عايز طاقه اكبر، يبقى عايز مكنه اكبر، باور اكبر. ممكن اعتمد كمان على حاجه من المنظر ده، انا بطحن القمح لنفسي، بس انا مطلوب مني حين اطحن الاكل القريه كلها، فطاقتي مش كفايه. ففكر ان هو ازاي استفاد بالميه اللي جايه من النهر مثلا، هتعدي على ويل تدور بقى عنده شافت، او يعني حول الكينيتك انرجي الى حركه، وبقى عنده حجر راحه كبير يقدر يطحن بيه القمح عشان يقدر يكفي المنتج المطلوب منه. ما انت بتغطي مش نفسك، لا كمان الكوميونتي اللي معاك. او ممكن يعمل بيها ايه زي ما انت شايف كده، يستخدم نفس الحركه دي اللي هو الكينيتك انرجي والبوتنشال انرجي، ان هو يعمل طحن للمنتجات الزراعيه. الويند انرجي ما بين مركبه اللي هي شغاله بالشراع لفكره الطيران، كل ده محتاج هو منه طاقه عشان تساعده على العمليه ديت. الهيت، واحد جه فكر قالك طب ما لاحظ الملاحظه دي، ان انا ممكن عن طريق الحراره اغلي ميه، بس هو هنا قفل على الحله وخلى ماشيين بالتوازي كده على كوره، بس الكوره دي في المخرج بتاعها في عنده ماسورتين اتنين عكس بعض. فايه اللي حصل؟ المايه بدات تغلي، مشيت في المواسير دي وجت تخرج، ماشي قدامها غير تخرج من المخرج ده وده، والمخرجين دول عكس بعض، فبدات الكوره دي تلف. فهو كده اثبت للعالم ايه، يعني هو جه في الدنيا دي كلها اثبت الاتي، ان انا ممكن احول الحراره الى شغل. هل بكفاءه عاليه؟ لا، هو بس سؤال، انا ممكن احول لكم الحراره لشغل. جه واحد بعد كده قال طب انا ممكن استفاد باللعبه دي ونعمل حاجه اسمها الحله البريستو. هي قصه مش قصه علوم وخلاص، لا، ازاي استفاد بالقصه دي ان انا اوصل لمنتج، والمنتج ده يبقى ليه ناس وعايزاه. ده الحله البريستو او حله الضغط، زمان كان شكلها عامل ازاي لغايه لما النهارده وصل شكلها عامل ازاي، معتمد على الفكره دي. طيب طب ما بالمنظر ده جه واحد اسمه جيمس وات قال طب ما انا ممكن اغير من الشكل شويه واعمل مكبس واسطوانه واجيب غلايه واغلي فيها الستيم، واخد الستيم ده مره من الناحيه دي اللي هو لونه الاحمر زي ما انت شايف كده، يضغط على المكبس يحركه، ومره من الناحيه الثانيه يرجعه تاني رايح جاي رايح جاي، بقى في مكبس بيتحرك حركه تردديه. ايوه بس انا عايز حركه دورانيه. بالميكانيزم بتاع الانجن اللي انت شايفه قدامك ده، بدا يحول الحركه التردديه ده عن طريق الستيم الى حركه ايه، دورانيه. طب وده فرق معانا في ايه؟ ده انا ممكن اشغل بقى مكن الغزل والنسيج، ممكن اشغل مخرطه، ممكن اشغل متقاب، بالتالي عنده مصنع، يبقى ممكن اشغل المصنع ده بدل ما البني ادمين هم يشغلوه، لا ده انا ممكن اجيب مكنه بالمنظر ده. ومن هنا بدا عصر ايه، ازاي احول الهيت الى شغل. هل بيحولها بكفاءه 100%؟ طبعا لا، ما كانش بالنسبه له فرق معايا انت بيحط فحم قد ايه، كفاءته مش فارقه معاه في حاجه، لكن هو هنا الهدف انه يحقق الفانكشن، ازاي يحول الهيت الى شغل. ومنها بقى عنده انجن بدا يبيعه، بدات من هنا الثوره الصناعيه. طيب المكنه دي عايزين ننقل بيها الناس، دي كانت واقفه في الارض كان بياخدها مصنع، المصنع ده بيشغل بيها نسيج، لكن انا عايز انقل بني ادمين. طب ما هل ممكن نحرك الوزن الثقيل دوت
المشكله ان العجل دوت وزنه تقيل جدا، المضخه والبويلر اوزان تقيله جدا، فلو حطيناها على عجل اللي هيحصل هتغرز في الارض، فاضطر انه يحل المشكله. فكان ايه الحل عشان احرك الكلام ده؟ ان انا اعمل عجل حديد بس همشيه على قضبان كده. انا بقيت مضطر ان انا اصمم الحديد اللي هو قضبان الحديد والطرق عشان امشي عليها ايه القطر اللي هو سميناه احنا بعد كده القطر. طيب لان ما كانش لسه اخترعوا محركات البنزين والديزل، بدات الناس تطور الكلام ده وتعمل بيها السفن اللي شغاله برضك بالبخار الستيم انجن، لغايه لما بدا اختراع بقى مين العجله، وانه يعرفوا حاجه اسمها الكاوتش، وانه يبقى ممكن يملوه هواء، وبدا كده اما انا اعمل حاجه اسمها الكومبشن انجن، يعني ممكن يبقى عندي اسطوانه واحرق فيها الوقود. طبعا دي كان اسرع بكتير والباور بتاعتها اكبر، يبقى في حاجه اسمها باور تو ويت ريشيو باور، يعني قد ايه انا بستفاد بيها وفي نفس الوزن قليل، يبقى باور تو ويت ريشيو عالي. بعكس اللي فات ده كان مشكلته فين؟ انه هنا الباور موجود لكن الويت كبير جدا، فباور تو ويت ريشيو ضعيفه، عشان كده عندي مشكله. طيب لغايه لما اخترعوا او لقوا الفكره الانترنال كومبشن انجن والسبارك اجنيشن، بدا يعملوا هنا ايه الانجنز، وبدات يبقى في عندي تطور لغايه لما وصلنا زي ما انت شايف السفن والطيارات والكلام ده كله. دي الهيستوري بتاعه الانرجي، زي ما انت شايف كل شويه محتاجين مطلوب مننا باور اكبر، محتاج مطلوب منك استخدامه زي البوتنشال انرجي اهو في السد العالي او زي اي دام، بيبقى البوتنشال ده اقدر احوله عن طريق توربينه الى حركه وشغل بيها الكهرباء، طلع بيها كهرباء. تمام كده؟ سولار انرجي دلوقتي بقينا مهتمين بيها، الرينيوبل انرجي، ازاي هستخدم الحراره في ان انا اسخن حاجه ومنها احولها الى كهرباء، حاجه اسمها ستيرلينج انجن. فاكرين ما قلنا من شويه حاجه اسمها هيت انجن في اسبانيا وفي امريكا، في القصه دي اللي هي حاجه اسمها هيليوستات، بنجمع عن طريق مرايا كتير جدا الحراره ونركزها في حته نسخن بيها حاجه، الحاجه دي تسخن ميه تحولها لستيم، الستيم يدور جنريتور، يقوم ايه التربينه تدور تطلع كهرباء وهكذا. تمام كده؟ فدي استخدامات عندنا في مصر، مثلا حاجه زي الكريمات فيها اللي هو المواسير اللي انت شايفها ديت بيمشي فيها الزيت، والشمس المرايا دي بتعكس الشمس عليها وبالتالي تسخنها، الزيت السخن ده يروح على مكان فيه ميه يقوم يبخره، يقوم اخد البخار على التربينات والدور طلع كهرباء. تمام كده؟ زي بنحول الهيت من مصادر مختلفه الى في الاخر كهرباء. او الويند انرجي، ممكن استخدم بالويند سواء اون شور يعني على الارض يعني، او اوف شور لو في البحر، ممكن استفاد بالحركه دي وطلع منها طاقه. بعد كده ازاي حولت السولار انرجي كهيت ان انا استفاد بيه ككهرباء، او ممكن استفاد بيه انه يدفي البيت، يعني ممكن استفاد بان انا ممكن ادفي ايه؟ ادفي البيت باسيف او اكتف. اكتف يعني ايه؟ سخان الشمسي اللي انت عارفينه دلوقتي بتركب فوق البيوت، بستخدم الطاقه الشمسيه فان اسخن الميه وبالتالي اوفر شويه في فاتوره الغاز والكهرباء لو انا بستخدم كهرباء سخان كهربي يعني. برضك دلوقتي ظهر كمان حاجه اسمها الفوتوفولتيك، اللي انا ممكن احول من طاقه شمسيه دايركت الى كهرباء، بس تعبها ان انا محتاج اخزن الطاقه دي عشان بالليل ما فيش عندي شمس. في ناس بتستخدم الجيوثيرمال، احنا كبيلدنج انجينيرنج بنستفاد من الكلام ده ايه غير ان احنا نطلع كهرباء؟ كمان انا ممكن استفاد ان انا كل ما بنزل تحت الارض مسافات، ده اللي انا كنت بكلمكم على موضوع جرين بيلدنج وجرين انرجي افشنسي بيلدنج، بيستخدموا التكنيكس ديت ان انا كل ما بنزل تحت في الرمله بلاقي ان درجه الحراره تثبت. يعني ايه؟ يعني لو نزلت مثلا 30 40 متر تحت الارض هلاقي درجه حراره الارض حوالي 20 25 15. طب دي ممكن استفاد بيها ايه؟ في الصيف امد انا انابيب واعدي الهواء السخن، يوم الهواء السخن ده يحصل له ايه تحت؟ يبرد، اروح اخده واوديه على الاوضه ابرد الاوضه، يعني كده عملت تكييف بتكلفه اقل. طب وفي الشتاء؟ ما هو انا بقول لك الرمله تحت الارض ثابته الصيف شتاء عند 15 مثلا او عند 10 او عند 25. حلو، يبقى انا ممكن استفاد برضك بنفس الفكره، عندي مواسير ميه او مواسير هواء تقوم الهواء كان بارد، لا انا ممكن اخده اسخنه تحت الارض وارجعه تاني، يبقى ده عندي هيت بامب دايما بتسخن لي، وبستخدم الجيوثيرمال انرجي في ان انا اعمل تدفئه للبيت في الشتاء وتهويه للبيت او تكييف للبيت في الصيف، وهو نفسه هو نفس الجهاز، وبالتالي بقى طاقه متجدده وفي نفس الوقت الكوست بتاعها معقول او انرجي افشنسي بيلد. بكده انا يعني اديتكم خلفيه عن الثيرموداينامكس كهيستوري والعلم بتاع الثيرموداينامكس كاساسيات، اللي هو بيدور في الطاقه وازاي احولها من صوره لصوره، وازاي ان احنا هنبص لها من وجهه نظر بقى بيلدنج، ازاي نستفاد بيها من ناحيه البيلدنج، وتعرفنا النهارده على السيستم وانواعه سواء اوبن سيستم او كلوز سيستم وازاي نفرق ما بينهم. في اي اسئله يا شباب عن القصه ديت؟ لا
يا باشمهندس زين دكتور، المفروض المفروض السكشن يكون امتى؟ المفروض كان في امبارح في سكشن وفي الخميس سكشن. الخميس تمام، يعني مش هناخد يعني مفيش اونلاين للقدر. اتفقوا مع المشوانز بقى، يا اما ترتبوا انتوا مثلا او غالبا احنا نتقابل في السكشن احسن الخميس، ونخليها الاسبوع الجاي نبدل بقى ممكن. تمام، او الثيرمال اناليسز معاها كونكريت تكنولوجي 1، فهل المعيد بتاع كونكريت تكنولوجي 1 لسه مش عارفه على تواصل مع المعيد بتاع الثيرمال اناليسز؟ لا، حاولوا انتوا بقى توصلوهم ببعض، اكيد هم ما يعرفوش بعض، لان ده يعني انا مش كده، انا مش عارفه برضه، وانا حال لسه اكلم الدكتور يبعث لي رقم. يا ريت، يا ريت. خلاص تمام جدا، ماشي. ده اي اسئله يا شباب؟ اي اسئله؟ اوكي، شكرا. ماشي، السلام عليكم. سلام يا دكتور. مع السلامه. مع السلامه.